سيلز اصلا بتعمل ازاي، المفروض ان احنا في حاجه من ضمن الحاجات اللي احنا هنعمل كومنتس عليها الفيو بتاع الاكس راي. الفيو بتاع الاكس راي ده يعني انا الاكس راي دي الفيلم اللي انا ماسكه ده، في حاجه اسمها بوست انتيريو فيو وفي حاجه اسمها انتر بوستيريو فيو. بالنسبه لكم انتوا الكارديك والتشست اكس رايز كلها بوست انتيريو فيو، هي كلها بتعتمد على ايه؟ بتعتمد على الاكس راي تيوب اللي بتصور العيان لو هي جايه من ورا العيان زي ده كده. الفيلم بتاع الاكس راي اهو المفروض الاكس راي تيوب حاجات العيان واقف كده، لو الاكس راي تيوب دي جايه من ورا العيان يبقى ده بوست انتيريو فيو، لو جايه من قدام العيان يبقى ده انتر بوستيريو فيو. ده البوست انتيريو فيو اهو الاكس راي تيوب جايه من ورا، وده الانتر بوستيريو فيو، وده الاكس راي جايه من قدام العيان والفيلم بيبقى ورا. لون الفيلم اصلا بيبقى تقريبا جراي، لون الفيلم الاصلي قبل ما يتصور. يعني الاكس رايز دي لما بتعدي على حاجه ما تلاقيش اي حاجه في الشارع بتروح تعدي وتحرق الفيلم تخليه اسود، لو هي عدت تلاقي حاجه في الشارع حجزتها عن ان هي تحرق الفيلم بتخلي الفيلم ده يفضل زي ما هو او يبقى لونه جراي شويه. تمام. لما بيجي نعمل كومنت على اي اكس رايز، بالنسبة للكارديك اكس راي يعني بعمل كومنت على كام حاجة كده، يستحسن احفظ السكيما دي عشان هي دي اللي بتعتمد عليها بعد كده انا بشوف الاكس راي ازاي، عشان هي دي اللي هتخليني ما اتوقعش حتى لو شفت اي اكس راي، حتى لو انا ما عرفتش الدايجنوز في الاخر ايه، لو انا عملت فول كومنت على الحاجات اللي هي مكتوبة دي كلها هاخد عليها الدرجات. لو احنا حاطين مثلا 5 درجات على اكس راي ممكن كل الكومنتس اللي هكتب على الاكس راي والدايجنوز مكتوب غلط، بس كل الكومنتس دي صح ممكن اخد 4 من 5. لكن لو انا دخلت على طول على الاكس راي وانا حتى اتخضيت من منظر الاكس راي ما عرفتش اكتب الفول كومنت، لو كتبت الدايجنوز وكتبته غلط هاخد 0 من 5. فالاستحسن اول ما اشوف الاكس راي امشي على السكيما دي، بعلق على ايه في الكارديك اكس راي؟ بنعلق على 3 حاجات بحرف البي وثلاث حاجات بحرف السي واثنين بوردرز وحاجه اسمها الموني فيلد. ماشي، ايه الثلاثه اللي بيبتدوا بحرف البي؟ اول حاجه ان انا بقول ان دي بلين اكس راي تشست اند هارت. انتوا الاكس راي الكونتراست مش موجود عليكم المره دي يعني. فاول ثلاث حاجات دول سهلين جدا، الثلاثه بي دول ان انا بقول دي بلين اكس راي تشست اند هارت. الفيو بتاعي يعني الفيو بتاع العيان ده بص انتوا الفيو برضه بالنسبه كل الفيوهات اللي هتبقى عندكم في الكونتاكت والشست اكس راي كلها بوست انتيريو فيو. والبيشنت ده حاجه اسمها سنترايزر ولا يعني هو كان معدول وهو بيصور الاكس راي دي ولا لا، انا اعرف ازاي اعرف يعني ايه سنترايزر ولا لا. وبعلق على ثلاث حاجات بتقول حرف السي بي، حاجه اسمها كوست اوف بانك انجل، دي الانجل ما بين الريبس والريكرام. حاجه اسمها كوست اوف سكريشن، بشوف مساحه الهارت نفسه واخد قد ايه من مساحه الشست. وحاجه اسمها كارديو فان، وحاجه اسمها كارديو فلانك انجل على الليفت سايد. كارديو فلانك انجل على الليفت سايد دي اللي هي الانجل ما بين الهارت والدايركت. وفي اثنين بوردرز بعلق عليهم اللي هو الرايت بوردر بتاع الهارت والليفت بوردر بتاع الهارت. اول حاجه اورينتيشن بس للاكس راي، اول ما امسك الاكس راي عشان اعرف انا ماسكها صح ولا لا ببص على المفروض في علامه بتبقى محطوطه لي على الاكس راي ديت، يا اما الاكس راي بيبقى محطوط عليها مثلا حرف الار اي ابيض كده ناحيه الرايت سايد، او محطوط حرف ال على الليفت سايد زي ده كده بحرف ال، او ان انا الفن اللي بيصور الفيلم ده بيبقى حاطط لي اي عمله ميداليه اي حاجه يعني حاجه اوبجكت تاني يبقى ريدي اوبيك يبقى باين في الاكس راي بس مش حاطط ال والار. فوانس ان هو حاطط الاوبجكت ده بيبقى حاطه غالبا على الرايت سايد. فانا لو لقيت مثلا صوره جنيه هنا عمله حاجه مدوره بيضه كده يبقى ده رايت سايد بتاع العجل. ده شكل الثوراسيك كيج. عندي هنا الريبس، في عندي منظرين اثنين للريبس، المنظرين دول في واحد بيبقى فيهم بهتان شويه وفي واحد ابيض شويه وباين كويس، وفي واحد فيهم بيبقى كيرفت وفي واحد فيهم بيبقى ست. اللي هو بهتان شويه وكيرفت كده دي هو نفس الريب بس ده الانتيريور بارت بتاعه، يعني ده ريبس من قدام بتبقى شكلها كيرفت كده ومش باينه قوي. مش عارف انت شايفينها ولا لا؟ شايفينها ولا لا؟ اه دكتور تمام. بس ده ايه بقى يعني ده؟ ده الانتيريور ريب. الريب كل ريب كل اللي طلع عندنا في جسمنا بيطلع من ورا من
تعمل فيرتيبري ويطلع اللي هو ده الستريت ده، ده جزء الستريت اللي هو باين اوضع شويه ده، ده هو ورا اساسا صح؟ ده جزء اللي هو يطلع من الفيرتيبري وده بوست فيرتيبري فوق النور. لا مش عشان كده بس، هو اللي قدام عشان كارتج مش باين صح؟ لا اللي قدام عشان لافف فمش باين قوي، وفي نفس الوقت ال 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 الجزء بتاع الكارتج مش بيبان قوي في الاكس راي، بياخد برضه يعني لون شويه بس اللون بتاعه مهتمش. فالريبس اللي هي ستريت وبيضة شويه ده جزء الريب اللي من ورا. جزء الريبس اللي من قدام هي اللي لونها تحتان شويه وبتبقى كيرف. لازم اعرف الحاجات دي ليه عشان اعرف انا فين. اول حاجه انا بعد الريبس عشان اعرف انا فين بالظبط، اللي جنبها علق عليها هي دي في الحته الفلانيه يبقى دي الحاجه الفلانيه. تاني حاجه الريبس دي عشان تشيست بعد كده عشان اعرف مثلا اللنج دي هايبر امبليتد ولا يعني هي مليانه هواء زياده ولا لا، فلازم اعرف اعد الريبس. بعد الريبس ازاي؟ بعد الريبس اللي هي الكيرف ماشي. فاحنا عندنا الريبس الكيرف دي، ادي اول ريب ده واحد ودي الثاني ودي الثالث ودي الرابع ودي الخامس ودي السادس ودي السابع. تمام. عندي هنا الرايت كوبيلا اوف ذا فام، وهنا الليفت كوبيلا اوف ذا فام، وهنا دي الاستومك ودي الجاستريك اير بابل. كل ده ابيض وفي حاجه تانية سودا شويه عنهم. دي الجاستريك اير بابل ودي التروكيه. بنزل بعد كده الناحية الرايت بوردر بتاع الهارت ده يمثل الرايت اتريوم بتاع الهارت، والناحية الليفت دي تمثل كذا حاجة. بلاقي هنا حاجة اسمها بالموناري ناكل أو بالموناري ترام. ده بيبقى موجود فين؟ ده بيبقى المفروض موجود في السكند انتركوستال سبيس ماشي. السبيس ده دكتور معلش البالموناري ترام أو بالموناري ارتري ده موجود في السكند انتركوستال سبيس، عشان كده بنقول ان احنا لازم نعد الريبس. طيب وانا فين السبيس ده؟ الفيرست ريب والسكند ريب. السبيس اللي ما بينهم ده الفيرست انتركوستال سبيس، ده السكند ريب وده الثيرد ريب. السبيس اللي ما بينهم ده الثيرد انتركوستال سبيس، ده الفورث انتركوستال سبيس، وهكذا. ليه لازم نعرفهم؟ عشان اعرف انا لو لقيت الحته اللي في السكند انتركوستال سبيس هي اللي انلارجد، اللي موجود في الحته دي ايه؟ هو البالمونري ارتري. لو لقيت الحته اللي موجوده في الثيرد انتركوستال سبيس هي اللي انلارجد، الحته اللي موجوده هنا دي ايه؟ ده ليفت اتريوم، هو اللي موجود في الثيرد انتركوستال سبيس ماشي. وده دكتور انا ممكن نعد تاني بس معلش، ادي ريبس ولا السبيسز؟ السبيسز اول سبيس انا عندي ده الفيرست ريب ودي السكند. تمام. الحتة السودة اللي ما بينهم دي ده الفيرست انتركوستال سبيس ودي السكند، والثيرد ده الحتة السودة اللي ما بينهم ده السكند وده الثيرد انتركوستال سبيس. الحاجة اللي في الهارت اللي موجودة في السكند انتركوستال سبيس هو الحتة دي، ده البالمونري تروما. الحاجة اللي موجودة في الثيرد انتركوستال سبيس ده الليفت اتريوم ماشي، وده الليفت فنتريك. خلاص. الحتة دي هي الكارديو فرينك انجل على الليفت سايد. كارديو فرينك انجل على الرايت سايد مش مهم، بس دي كارديو فرينك انجل على الليفت سايد، دي حاجة من ضمن الحاجات السي اللي انا هعلق عليها. وادي الكوستو فرينك انجل، دي الريبس اهي، وادي الفام. الحتة دي الكوستو فرينك انجل على الليفت سايد، ودي الكوستو فرينك انجل على الرايت سايد ماشي. دكتور معلش ممكن حضرتك تقول ازاي بس بنعد ال بنعد الايه؟ الانتركوستال سبيس. الانتركوستال سبيس اول انتركوستال سبيس ما بين الفيرست والسكند ريب، ادي الفيرست ريب وادي السكند ريب. يبقى السبيس اهو اللي ما بينهم ده الفيرست انتركوستال وادي السكند انتركوستال سبيس وادي الثيرد انتركوستال سبيس. هوريها لكم الصوره ثانيه على صوره مرسوم يعني، بس لازم تشوفها برضه على اكسري عشان تعرفوا بعد كده هنتكلم على ايه ماشي. انا مش شايف الفيرست ريب خالص. فيرست ريب اهو حاجه بيضاء بيطلع ولافف لقدام، وعشان ده الريب من قدام فاول ما وصل هنا اختفى ما بقاش باين يعني. هو مش مكمل ده حاجه صح يعني، حاجه عاديه. ما هو ده اللي احنا بنقوله، بيبقى بهلان. عشان كده عرفت ان ده الفيرست ريب ومن قدام، لكن من ورا اهو باين جدا. ماشي.
جبتوا نعيش واحدة ليه أصلا مش بنعد الجزء الواضح خلاص؟ ليه مش بنعد؟ لا ده سؤال غبي. لا كنت بس حضرتك احنا ليه مش بن ليه مش بنعد الجزء من ورا يعني، بس هو مش نفس ال مش نفس الانتيشن. الانتيشن أنا أعتمد على الانتيشن على قدام. ماشي؟ معلش ممكن نفرق تاني ما بين الانتيريور والبوستيريور فورس بتاعت الرب، ده بيبان ازاي وده بيبان ازاي؟ الانتيريور فورس دي بقى كيرف، او شايفين ده مثلا ده كيرف فوق كيرف ماشي، وبيوصل لقدام ما بيبقاش باين، بيبقى محتم خالص او يعني باين معانا هون او اللي هنا يختفي ماشي، يبقى كيرف ومن قدام محتم. البوستيريور ريب ده بيبقى ستريت، تحس ان هم مقصوصين فوق بعض كلهم ابيض يعني تايمين ماشي. ده البوستيريور بورشن، البوستيريور بورشن هو اللي ستريت ومقصوصين فوق بعض ولونه باين كويس. الانتيريور بورت بيبقى كيرف وبعتها شوية ماشي. هو احنا لينا لما قلنا احنا بنشوف الهارت هنا قلنا بس نشوف البوستيريور انتيريور فيو، ومش انتيريور بوستيريور فيو برضه هيبين لي الهارت المفروض. بس كل الافلام اللي بتتصور بتتصور بوستيريور انتيريور فيو ليه؟ مش فاهم. دايما لو هشوف الهارت بعمل بوستيريور انتيريور فيو. هارت وتشست كل الصور الافلام بتعمل هارت وتشست بتتعمل كلها بوستيريور انتيريور ماشي. طب ليه مش انتيريور بوستيريور؟ دي حاجه في الاكس ريز نفسها، حاجه في يعني في الافلام نفسها والتصوير، مش حاجه ليها علاقه باللي احنا فيها. تمام. ليه تراكير ماشي. اللونج عندنا الرايت لونج بتتكون من ثلاثة لوبس، دي الاوتر لوب الميدل لوب ودي اللور لوب، والليفت بتتكون من اثنين لوبس بس، دي اوبر ودي اللور ماشي. كلنا فهمنا الكلام ده وده اللي يعني دكتور ليه سري ده بوستيريور بوستيريور انتيريور ولا انتيريور بوستيريور اللي قدامنا دلوقتي؟ ده بوستيريور انتيريور، ده مرسوم بخط الايد عشان يوضح لك احنا فين، عشان انت هتشوف يعني لو شفت الهارت مثلا هتشوفه كده، فمش كده فاهم هو ايه ده. احنا كده بصينا ماشي. دكتور انا بتاعت اللونجز شايفه ايه؟ اللوبس بتاعت اللونجز اشوفها ازاي؟ ناقش في اسود اهو، في خط اسود اهو شايفه ولا لا؟ دي اوكي. ده كده كل ده ابر لوب، ودي بين الخط الاسود ده والخط الاسود ده، ده اللوب ودي اللون لوب ماشي. ودي نفس دول مش هنشوفهم لو مش مرسومين. لا مش هنشوفهم طبعا، لان في حاجه يعني الا في حالات معينه، الا في حالات معينه يعني مش هتشوفهم دي، هتشوف الليجنز اللي موجوده فيهم، لكن لو هم نورمال مش هتقدر تشوف الفرق بينهم ماشي. الا مثلا في حاجات معينه ممكن، في حاجه اسمها فيشر ايديما. فيشر ايديما ده يعني على اليمين كده بيبقى عندهم الفيشر اللي ما بين الاوفر اللي هو الخط الاسود ده، ده ما فيش حته كده كليفت ما بين الاوفر والميدل لوب، ساعات بيبقى فيه إديمة وفلويد فيبقى خط أبيض كده، بس دي من الإكسريز الصعب جدا يعني مش المستوى بتاعك كونسبت بتاعه عن كده. يبقى في حاجة اسمها فيشر إديمة، ساعتها بعرف إن ده إيه أوفر لوب. لكن الليجنز نفسها اللي بتقول لي إن ده الأوفر لوب ولا الميدل لوب ولا اللور لوب، عشان شكل الليجن اللي بتبقى موجود، عشان شكل الليجن بتبقى موجود ماشي. دكتور معلش اول حاجه مهمه حضرتك قلتها بعد البلمونري ترانك فين واللوبس فين، عشان النت عندي قطع. بس لا ما قلتش حاجه، هو كان في حد بيسال بس اللوبس فين، واقدر اشوف الابر واللور والميدل في الاكس ريز العاديه ولا لا. شوف الليجنز اللي موجوده فيها، وهي الليجن شكلها هو اللي بيقول لك احنا في الابر ولا الميدل ولا اللور. فدي حاجات مهمه يعني. في عندنا حاجه اسمها برونكو فاسكولار ماركينجز. برونكو فاسكولار ماركينجز دي اللي هي الفيسلز اللي طالعه من الهايلم عند اللارك، دي بتبان حاجه بيضاء اللي هي النغبشه البيضاء اللي باينه دي، دي اسمها برونكو فاسكولار ماركينجز. النورمال ان انا اشوف البرونكو فاسكولار ماركينج دي لاول تلت، لو انا قسمت اللنج لثلاث اتلات اللي هو ميديال 1 ثيرد، ميدل ثيرد، لاترال 1 ثيرد. البرونكو فاسكولار ماركينجز دي ما اشوفهاش الا في الايه ميديال وان ثيرد، يعني اول ثيرد بس. لو انا شفتها مكمله يعني ان البشره البيضاء دي شفتها مكمله لبره، دي حاجه اسمها انجريس برونكو فاسكولار ماركينجز، دي بنشوفها في ليجنز معينه ماشي. دي دي الكلافكلز ماشي، شايفينها ولا لا؟
دي ليه؟ increase the bronco vascular markings. طب يعني نعرف تبان في ايه ولا لا؟ تبان في ريجنز معينه زي حاجه اسمها اللانج فليكسر ماشي؟ او النيمونيا ممكن تلاقي البرونكو فاسكولار مارك او عيان عنده لانج كونجيشن نتيجه هارت فيلير مثلا وعمل له كلمونر اديما فهتلاقي البرونكو فاسكولار مارك مستكمله عادي لبره هي توصل للميدل سير او توصل لدرجه اللاترال سير عند السوفت كيج. هي بتبقى المفروض يا دكتور البرونكو فاسكولار مارك دي في الميديان وان سير؟ ميديان وان سير زي اللي كده زي الاكس ري يجي قدام ان انا الاقي اللي انا بشر البيضه بتاعت البرونكو فاسكولار مارك دي بتاعت الهايلاند هنا فالمفروض انها تبقى باينه. اول سير لو انا قسمت اللونج ثلاث تفلاب كده هلاقي يا ريت دي واخده الاول سير مش مكمله بره يعني كل الحاجات دي ما تنفعش هياكل تمام. دكتور هو في حد بيسال بيقول هو ندى عماد تسال حضرتك هو مش المفروض في البوستيريور انتيريور فيو يعني انا باصص على العيان من ورا يبقى ليفت العيان او ليفت سايد بتاع العيان يبقى هو نفس الليفت سايد بتاعي؟ لا يا جماعه البوستيريور انتيريور فيو ده يعبر عن الاكس راي اتصورت ازاي؟ فاهمين؟ يعني الاكس راي اتصورت ازاي؟ يعني المعجزه اللي احنا قلناها في الاول خالص ان احنا انا دلوقتي عشان اقول بوستيريور فيو ولا انترو بوستيريور فيو ده بيعتمد اكس راي تيوب اللي صورت العيان كانت واقفه فين؟ كانت واقفه ورا العيان يبقى ده بوستيريور فيو، كانت واقفه قدام العيان يبقى ده انترو بوستيريور فيو، مش انا شايف الاكس راي ازاي؟ ماشي؟ لا تمام هي كده كده بتتعكس. اه الفيو ده الاكس راي اتصورت ازاي؟ يعني الاكس راي تيوب كانت واقفه فين لما طلعت الاكسريز بتاعتها عشان تصور العيان، كانت واقفه ورا العيان ده بوستيريور فيو. انتوا بالنسبه لكم زي ما قلت لكم بالنسبه لكم اي اكس راي هتشوفوها تشيست او هارت او تشيست اند هارت يعني الاثنين بوستيريور فيو من غير ما تفكر خلاص. ستيل تو كلافيكلز شايفينها دكتور البرونكو فاسكولار ماركينج دي بشوفها في الاثنين لانجز صح؟ او الاثنين لانجز مش الاثنين لانجز عندهم هايلاند اه هايلاند ده اللي على الليفت بقى دوت هيبقى فيه الهارت لا ما هي باينه اهي اهي انت مش شايف فين الفشل بيضاء هنا؟ شايفها ولا مش شايفها؟ تمام دي بتاعت الليفت سايد اوكي ماشي خلاص الاكس راي دي. طيب المفروض ان احنا بشوف الهارت مكانه فين؟ مكان الهارت بيبقى في نص الشيست تقريبا بيبقى تلتينه ناحيه الليفت سايد والتلت ناحيه الرايت سايد. لو انا نزلت خط رسمته في نص الفرتبرا كولمن كده هلاقي تلتين الهارت الناحيه دي والتلت الناحيه دي ماشي؟ دي حاجه مهمه عشان بعد كده لما نعرف احنا في اصلا كارد ميجري ولا لا والكارد ميجري ده موجود فين بالظبط ماشي؟ يبقى تاني بسرعه كده انا عندي دي اللونج الرايت لونج الليفت لونج الرايت كوبيلا بتاع الفام الليفت كوبيلا بتاع الفام دي الاستومك وفيها جاستريك اير بابل ودي التراكيه الكلافيكلز وعندي الرايت بوردر بتاع الهارت والليفت بوردر بتاع الهارت المفروض الهارت يبقى في النص تلتين ناحيه الشمال تلتين ناحيه اليمين. بعد ده لبس ازاي؟ بعد ده لبس بجيب الانتيريور ريبس بعدها بجيب الريب من اوله هنا ده اول فيرست ريب بعد سكند ريب ثيرد ريب فورث ريب. الانتيريور ريبس بتبقى كيرفد وبتبقى مش مكمله لقدام عشان مش باينه. البوستيريور ريبس بتبقى ستريت وبتبقى مرصوصه فوق بعضها ولونها ابيض وباينه جدا. عندي حاجه اسمها كوستو فرينت انجل ودي حاجه اسمها كورت فرينت انجل ماشي. في حاجه اسمها كورت فرينت اللي احنا بنقيسها بعد كده. يبقى احنا بعد الاكس راي اللي بعديها يبقى احنا هنا عندنا التو كلافيكلز عندي هنا تراكيا اهي وبعدين بتبدا تتفرع لرايت مين برونكس والليفت مين برونكس. دي برونكو فاسكولار ماركينجز اللي هي الحته اللي هي المحبشه دي موجوده في اول تلت بس من الطن. عند الهارت بيبقى موجود في النص تقريبا تلتين ناحيه الشمال تلتين ناحيه اليمين. دي الرايت كوبلا او الدايفرام الليفت كوبلا بتاع الدايفرام كوستوفينيك انجل على الليفت سايد كوستوفينيك انجل على الرايت سايد. المفروض لو هي
كبسولة كده يبقى دي اسمها فري. لو هي فيها اي فلويد موجود وقافلها من هنا دي حاجة اسمها اوبليتريت الكوستوفينيك انجل. ماشي دي الكوستوفينيك انجل. عندي بقى في السبيسز ادي الفيرست ريب والسكند ريب اللي بينهم ده الفيرست انتركوستال سبيس. ماشي والسكند ريب والثيرد ريب اللي بينهم السكند انتركوستال سبيس. المفروض ان انا في السكند انتركوستال سبيس اشوف البرمونال كرون برمونال كرون بيبقى هنا كده. لو هو كيبل هيبقى طالع لقدام لبره كده يبقى ده فيه برمونال دايلاتيشن او انلارجمنت. عندي هنا الثيرد انتركوستال سبيس ده موجود فيه الليفت اتريا. ماشي لو كيبل هقول لكم بتعرفوا ازاي لو كيبل وادي الليفت اتريا. دكتور معلش في الليفت سبيس. ليه؟ كمل الشيخ دكتور. بقول لحضرتك هو البرمونال كرانك هنا مش باين عندنا صح ولا ايه؟ لا ما هو ايه او الخط الابيض ده كده البرمونال كرانك. ماشي دكتور هو في حاجه في الفيس سبيس فيس انتركوستال سبيس الاورتيك ناكل بس مش مهم عليك الحاجه. طب ولف منتك انت بحاجه معينه ولا باقي؟ لا ما لسه ولا كل اللي انا بقوله لكم ده اورينتيشن عشان تشوفوا عشان انا اصلا احنا بنبص عليه اصلا احنا لسه ما قلناش حاجه. دكتور لو سمحت الليفت انتركوستال سبيس موجود في ايه؟ ثيرد انتركوستال سبيس ليفت ايتريا. هو الليفت ايتريا دكتور بعد اذنك وحضرتك قلت ايه الابليتريتد والفي اللي هي الكوستوفينج انجل دي النورمال ان هي فيها اور فتبقى سودا زي دي كده. شايفين الاكس ري دي سودا عادي زيها زي اللون مش قد من اللون. لو انا صار فيها فلويد زي عيانين مثلا عندهم دور الفيوجن او حاجه هتبقى هنا في حاجه بيضاء اوكي فتبقى اوبليتريتد. اوبليتريتد يعني بقى في حاجه سداها اللي هي الفلويد اللي موجود. ماشي بالنسبه لكم يعني معظم الكورتيك اكسريز اللي انتوا هتشوفوها هتلاقوا ان الكوست بتاعك اكيد الانبوت سايز 3. في حاجات معينه كده اللي مخليها اوبريتد الكلام ده مش كتير ده اكتر في الحاجات التشست يعني حاجات التشست اكسريز. خلاص في حاجه اسمها الليفت بوردر بتاع الهارت. الليفت بوردر بتاع الهارت اللي هو بيتكون من ايه؟ هو بيتكون من اورتيك اريا والليفت اتريوم والليفت فينتريكل. المفروض نورمالي الاقي الليفت فينتريكل عامل ازاي؟ الاقيه كونكيف لجوه كده يعني واخد عارف السي كده زي ده كده. ماشي حرف السي لجوه. ماشي تفهم معايا ايه البوتر اللي هنا مكان اللي فيه الليفت اتريوم اللي هو السيرد انتركوستال سبيس الليفت سايد. ماشي المفروض يبقى زي حرف السي كده كونكيف لجوه. اول ما يحصل انلارجمنت في الليفت اتريوم بيحصل انلارجمنت فتلاقي الليفت بوردر ده بدا مكان كونكيف كده جوه لا ده بقى ستريت عامل زي الخط كده مزعل عامل زي الزحليقه. لو بقيت عامل كده يبقى لا عيان ده عنده ليفت اتريال انلارجمنت او دايلاتيشن. ماشي هنشوفه في اكس ري دلوقتي هنشوفه اكتر رسمه يعني. ماشي البوردر بتاع الليفت 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 سايد بتاع الهار بيبقى المفروض الليفت بوردر ده بيبقى فيه بيتكون من كام حاجه بالمونري اريا والليفت اتريوم والليفت فينتريكل. الليفت اتريوم النورمال ان انا الاقي البوردر ده كونكيف لجوه يعني عامل زي حرف السي كده وداخل لجوه. ماشي ده النورمال. لما بيحصل انلارجمنت في الليفت اتريوم يخلي البوردر ده بلجنج لبره. فلما حصل بلجنج لبره ده مش لازم يبقى بلجنج زي اللي هو زي ده كده يعني قابل لبره كده لا هو اصلا المفروض يبقى كونكيف لجوه. فوانس ان هو حتى بقى ستريت ده معناه ان هو انلارج خلاص ما هو ده هو انلارج بدل ما كان في شكل السي كده لجوه لا ده بقى ستريت فده انلارج لبره لغايه لما خلاه زي الزحليقه كده عشان نشوفها في الافلام بتاعت الاكس ري. دكتور هو الصوره اللي بعد كده الليفت ايه فين كده؟ الليفت ايه ماله؟ لا الليفت ايه انت كده ماشي يعني سنه كونكيت بس مش قوي. ليه؟ لان عيان برضه مش سنترالايزد شويه لسه هنقول يعني ايه سنترالايزد.
يعني ده كده سنين لليفت اتريال ابندكس. طب ما هو الليفت اتريال مين ده كده النور ده؟ انا بقول لك كونكيف لجوه شويه عشان العيان مش سنترلايز. لسه هنقول يعني ايه سنترلايز، يعني ايه سنترلايز دي يعني العيان كان مظبوط وهو بيعمل اكس راي هنقول يعني ماشي. بالمكونات بتاعته اللي هو اللي في اتريم مع البيسنت الداخلي. الاكس راي دي نفس اللي هي الهرمونال ريفلكس، مش في اللي في اتريم ده بيدخل له ايه؟ اللي في اتريم الفيسلز اللي داخله له ايه؟ البلمونري ارتريز. البلمونري ارتريز اللي هم الاربعه اللي حرف الار فوق اول الرايت سايد بتاع العيان ماشي. عندي اثنين لابيكلز اوكي ليفت كوبلا بتاع الفان رايت كوبلا بتاع الفان رايت كوستوفينيك انجل ليفت كوستوفينيك انجل كارديوفينيك انجل. عندي هنا الرايت بوردر بتاع الهارت دي اللاب المفروض بعيد الريبس ازاي؟ ادي الريب اللي هو كيرف ده مش مكمل لقدام ده اللي هي الانتيريور ريبس والريبس اللي هي مخصوصة فوق بعضها ستريت تبقى واضحة شوية ده البوستيريور ريبس. ادي الفيرست ريب السكند ريب السبيس اللي ما بينهم ده اللي هو الفيرست انتركوستال سبيس السكند والثيرد ريب السبيس اللي ما بينهم ده السكند انتركوستال سبيس. عندي هنا الليفت بوتر بتاع الهارت هو ده اللي احنا بنقول عليه او الكونكافيتي اللي هو ده ادي الفيرست ريب وادي السكند ريب فده الفيرست انتركوستال سبيس. السكند انتركوستال سبيس ده اللي فيه البلمونري ايه لو لقيته قابل لورا كده يبقى فيه انلارجمنت في البلمونري ايه اريا يبقى بلمونري ارتريز ولا ايه ده السكند ثيرد انتركوستال سبيس موجود في الليفت اتريوم. شايفين الكونكافيتي اللي داخل لجوه ده عشان تعرفوا الفرق بينه وبين الستريت اكتر واللي هو هيبقى قابل لورا اصلا هنشوفه بقى في الافلام بتاعتي. وادي الليفت سيفنت دكتور هو فين الكوستوفرينيك انجل تاني بس؟ كوستوفرينيك اللي هي ما بين كوستو وفرينيك ما بين الريبس والدايفرينيك اللي هي رقم 9 صح؟ رقم 9 دي اللي هي الكوبولا بتاعت الدايفرينيك نفسه لكن 10 دي هي الانجل حتى المثلثة دي تمام ماشي. دي الكارتي فرينيك انجل نورمالي المفروض تبقى acute angle زي الرسمة دي كده تساوي حاجة ماشي acute angle ده normal وفي lesions هنشوفها بعد شوية بتعمل acute ماشي ده normal يعني normal ان انا الاقي ال angle دي acute وفي lesions بتعمل برضه acute ماشي. نيجي بعد كده في حاجة من الحاجات اللي انا قلتها دي محتاجة توضيح وطبعا بنكو بس بقى نحن نسلال الحاجة في البيضة طبعا. دكتور ايه رقم؟ ما كنتش شايفة الكارديو فلانيك انجل في الاول يعني قول لي بتبقى اكيوت كده في نورمالي اكيوت الصور اللي قبليها ما كنتش شايفة السوم ايه دي؟ اي ما بين الهوار البوتر بتاع الهوار والتالفة ماشي. دكتور في الصورة دي رقم 2 و3 مش دي اللي هي قبل كده رقم ايه 2 و3 لا 2 و3 ده البيز بتاع الهارت بس على الايه البيز بتاع الهارت البيز بتاع الهارت البيز بتاع الهارت الهارت المحتاج تاني مش هالأربعة دي تبي كلاس كله ولا إيه؟ أربعة دي كلاس. الكوبيلا دي الزاوية اللي موجودة هنا دي كوست فانك أنجل. ده رايت بوردر بتاع الهارت اللي هو يمثله إيه رايت إتريوم. ده الليفت بوردر بتاع الهارت. ماشي ده الليفت فينتريكل الحتة دي هي اللي موجودة فين أصلاً هذه الفيرست ريب أهو والسكند ريب. والثيرد ريب حتى لما بينهم دي
اللي هي السكند انتركوستال سبيس اللي هو في ايه القرمون الرابع ودي الحته اللي فيها لا لا تفضل والاسترد انتركوستال سبيس ده اللي هو موجود في ايه ده اللي موجود في الليفت ايدج النورمال بتاعه انه يبقى كونكيف لجوه كده او زي حرف السي ده كده ماشي ده النورمال لما بيحصل انلارجمنت بيطلع لبره ويبقى زحلق هو هنا انلارج ده دكتور احنا مش انلارج النقطه اللي جوه هو داخل لجوه ده يا جماعه بس عشان ايه هو مش بيبقى داخل لجوه حرف سي احنا مش عارفين نرسمه يعني فاهمين يعني مش بيبقى اللي هو بالظبط هي حرف سي زي القلم لا مش بيبقى كده تمام ماشي والكلاب كده صح طيب يعني ايه العيان سنترالايز يعني العيان سنترالايز دي يعني ان العيان ده لما جيت يتصور وقعدته على الفيلم او حطيته على الفيلم بتاع الاكس راي كان مظبوط جدا واقف مظبوط جدا ولا مايل يمين ولا مايل شمال ولا معروف يمين ولا معروف شمال الكلام ده بيبقى صعب جدا في الاطفال لان الطفل اصلا ما بيبقاش متعاون خالص بالذات الاطفال الصغيره يعني بيعمل يقفص ويزعق وبيعيط كله عشان هو مش عارف انت بتعمل فيه ايه وخايف فبيبقى غالبا حد ماسكه عشان يثبته كويس ويتصرف فممكن ما لاقيش العيان اللي هو واقف مظبوط بالظبط زي الناس الكبار لما بيجي يتصور فيلم اكس ماشي فالعيان ده يا اما حاجه اسمها سنترلايز يا اما نوت ويل سنترلايز ماشي نوت ويل سنترلايز اقول العيان ده سنترلايز ازاي بان انا ببص على فيلم الاكس راي وقيس المسافه ارسم خط كده في نص الفيرتبرا كولم وقيس المسافه ما بين الخط ده والميديال تو انس بتوع الكلابيكي لو المسافه دي واحده يبقى العيان ده سنترلايز ماشي لو المسافه دي مش قد بعضها يبقى العيان ده نوت ويل سنترلايز مش نوت ويل سنترلايز لا نوت ويل سنترلايز يعني مش سنترلايز قوي بس برضه مش وحش خالص ماشي لان العيان ده لو مش سنترلايز الاكس راي اصلا مش هينزل هو ده يفرق معايا في ايه؟ لان في ليجنز ممكن انا اشوفها بس عشان تفرق حاجه دي بنت في المكان دكتور معلش هو انا بحط الماركينج بس يعني في نص ورقه الاكس راي ولا عند التراكيه بتاعته ولا ايه؟ في نص ورقه الاكس راي لا ده الخط اللي انت حاطه ده الفرتبرا كولا النوع الابيض ده تمام ده اهو ده حاجه بالنظر انت مش هتقعد ترسم على الفيلم حاجه بالنظر ان انا يعني قصدي ان انا بحطه عند الفرتبرا كولا بتاع العيان يعني بتاع العيان طب مع كده ما لازم كل مره تعمل اصبع ايه ده عند الفاينل بروسيسز بتاع الفرتبرا عند نص الفرتبرا كولا ادي المسافه اللي بين الفرتبرا نص طب يا دكتور انا قصدي ان مهما الاشيس كان متصور ازاي يعني طبعا الجسم والجسم اكيد زي بعض لا طبعا هتشوف دلوقتي ماشي تاني حاجه بعرف ده العيان سنترلايز ولا لا التو كلافيكلز موجودين في مستوى واحد ولا لا يعني انا ببص على الاكس لو لقيت التو كلافيكلز الاثنين لو رسمت خط كده الاقيهم الاثنين في مستوى واحد زي كده هو لو رسمت خط دلوقتي كده بالعرض مش الاثنين في نفس المستوى فده يبقى العيان سنترلايز او ان انا برسم خط في النص واشوف المسافه بين الميديال توينز ماشي يبقى دي اللي انا بعرف بيها العيان سنترلايز ولا لا ماشي اللي كان وانا بشوف الديستنس ما بين ايه انا برسم الميديال تو اند اسمعوا اهو ده اللي كان بيقول بقى ان انا مهما العيان كان كذا هيبقى نفس المسافه ادي اهو خط انا رسمته في نص المسافه بين الميديال تو اند دي والخط قد المسافه ما بين الميديال تو اند والخط ولا انا حادي اكبر انا حادي اكبر يبقى عندها مش سنترلايز ماشي اللي هو نوت ويل سنترلايز الصورة اللي على الشمال المسافة مش متساوية برضو صح؟ مش متساوية قوي بس لو رسمت خط ما بين التو كلافيكلز الاثنين عليهم تنزل يعني هي واحدة من التو كريتيريا ولا لازم الاثنين يبقى واحدة منهم ودي مش بتحاسبوا عليها قوي دي مش يعني مهمة جدا عشان
اعرف الفيلم اصلا متصور صح ولا لا، عشان انا ممكن اقول عن عنده بس عنده كارت ميجالي، واحد تاني يقول لا ما عندوش. فرق ايه اللي خلاه يبان لي في الفيلم ان هو عنده كارت ميجالي؟ ان العين مش واقفه صح اصلا. فانا لما قست المسافه دي لقيت العين عنده كارت ميجالي، مع ان اصلا لو كان سنترايز الفيلم هيبان فاضي. بس انتوا يعني مش دي يعني انتوا لو اللي هو فيلم نزل لكم او لو انتوا مش متاكدين اكتبوا ان العيان فولس نكتب يا دكتور نوت ويل سنترلايز. تمام. ما تقولش يعني ما فيش حاجه اسمها ايه نوت سنترلايز. نوت سنترلايز دي يعني الفيلم اصلا ما ينفعش ينزل لك، ماشي؟ يعني لو يعني لو في فيلم والفيلم ده العيان فيه مش سنترلايز خالص احنا مش هننزله لك اصلا، ماشي؟ فالفيلم اللي بينزلوك يا اما العيان سنترلايز يا اما نوت ويل سنترلايز، ماشي؟ تمام. دكتور معلش انا مش فاهم الصوره اللي على اليمين دي اللي هو ليه الاثنين كلابكنز كده رازين تحت عشان النت قطع، بس مش عارف انا قلتها ولا لا. ليه تو كلابكنز ايه نازلين لتحت كده يعني باصين داونوردز اكتر من التاكتر. ده شكل ده شكل السورس كيج بتاع العيان الفيلم ده متصور بس ولا حاجه، هو واحد واقف عادي يعني هو صور كده عادي. تمام. دكتور هو لو اصلا عيان نوت ويل سنترلايزد بعيده تاني ولا بشتغل وبس براعي الانتليجنس معايا؟ لا نوت ويل سنترلايزد بشتغل وبراعي ان بس في عدم سنترلايزيشن شويه، لكن نوت سنترلايزد اصلا لا بصور كلمه تاني طبعا. دكتور يعني مش ممكن يعمل ماسكينج لاي ساين او فيتشرز تانيه؟ ايه هي؟ لو كان نوت ويل سنترلايز هو ما هي الفكره ان هو لا ما هي الفكره ان هو نوت ويل سنترلايز دي يعني هو معوج بس سنه بسيطه مش قوي، ماشي؟ لكن معوج قوي دي لا يعني هنشوف اصلا الافلام دلوقتي يعني ايه نوت ويل سنترلايز. دي نوت ويل سنترلايز ما بتبقاش اللي هي العوجه الجامده جدا اللي تخليك تعيد الفيلم عليها يعني. تمام. ممكن تعيده لو انت مش متاكد، ماشي؟ في عندي بقى حاجه اسمها كونستراست ريشيو. كونستراست ريشيو دي اللي هو انا بقيس اللي هو حجم الهارت يمثل قد ايه من حجم الجست كله، دي عشان اعرف ايه عشان اعرف العيان اللي عنده كارديو ميجالي برضه ولا لا، ماشي؟ بحسبها ازاي؟ بجيب فيلم الاشعه وارسم خط في نص الفرتبرا كلها من زي ده كده، ماشي؟ واطلع منه خط يروح للموست بالشن بوينت على ناحيه الشمال، واطلع منه خط يروح ناحيه الموست بالشن بوينت على ناحيه اليمين، واجمع الاي والبي يعني الخطين دول اجمعهم على بعض واشوفهم يمثلوا قد ايه من خط تاني واخر السورس كيجي من اوله هنا لاخره، ماشي؟ فاهمين الحته دي؟ دكتور البدايه بتاعتي من النص بتبقى من فين بالظبط؟ نص الفرتبرا الكولى من اهو، وابتدي من على الخط نفسه وامشي لاكثر حته بارزه في الناحيه الشمال، وابتدي برضه من الخط نفسه لاكثر حته بارزه ناحيه اليمين. طب ليه ما اخدش خط واحد وخلاص؟ عشان ده بيعمل خلاص. ليه؟ لان انا لو انا جيت مثلا على الخط اللي هو اللي تحت، انا هكمل مثلا الخط اللي تحت اللي انا هكمله للاخر، لو انا خدته من هنا لغايه هنا هيبقى اصغر من ان انا لو جمعت الخطين على بعض، شايفين؟ هيبقى اخر هنا. ونفس الكلام لو انا خدت الخط ده وكملت فيه لقدام هيبقى اصغر من الخط اللي تحت لو انا جمعت الاثنين على بعض، ماشي؟ فانا عشان اعرف الكارس فورس ريشيو برسم خط في نص الفيرتيبرا كولا واخد منه خط للموست بانشن بوينت على ناحيه الشمال والموست بانشن بوينت على ناحيه اليمين واجمعهم على بعض واشوف ده يمثل قد ايه من الخط الكبير اللي تحت واخد الفورس كيجي من اوله لاخره. النورمال ان انا الاقي واحد من فين لفين؟ من تحت خالص من اكتر حته بانشن في الشيست جيد تحت من اوله لاخره، يعني هنا هو دي مش دي اكتر حته موست بولشن في الفرس كيك، باخد من اولها لاخر اشوف يعني انجل كده ولا ايه؟ باخد ايه؟ من عند الكوستو فرينك انجل؟ اه يعني فوق فوق الكوب بتاع الدايكرام كده، دي اكتر حته اقرب حته في الفرس كيك هي اللي فوق الكوب العرض، ماشي؟ يعني لو خدت خط من هنا لهنا هلاقيه اصغر من تحت، ده اكتر حته اعرف حته في الشيست كيك، ماشي؟ تمام. بجمع القطعتين على بعض واقسمهم على ايه؟ طول الخط ده. المفروض ان الكارد فرست ريشيو دي تمثل تقريبا اقل من 55% في الاطفال، اقل من 55% في الاطفال،
بمعنى ايه؟ ان انا مثلا قست القطبين دول لقيتهم مثلا 6 سنتي ماشي، ولقيت الخط الكبير ده 10 سنتي، يبقى 6 على 10 فيها الكام؟ تطلع 60% ماشي؟ 60% يعني معدى عنده كارديو ماشي؟ او قست الخطين الاثنين دول لقيتهم 7 سنتي ولقيت 10 سنتي، يبقى ده يمثل 70%، يبقى 70% ده اكثر من 55% ده عنده كارديو ماشي؟ فالهدف من الكارديو سبيشال دي ان انا اعرف لو عنده عنده كارديو ميجري ولا لا. لو انا قستها وطلعت اكثر من 55% تبقى العيان ده عنده كارديو. وبقول طبعا البرسنتج اللي انا بقيسها، يعني انا بقيس واحسب واقول ان الايه الكولسترول ريشيو اباوت 70% دينوتين كارديو. دكتور ده في الاطفال بس يعني اكتر من 55% في الاطفال بس؟ اه في الاطفال. الكبار بتبقى اقل من تقريبا 50 برضه، او بيقول لغايه 60. طب دكتور هو الرينج بيختلف على حسب الفيو انتروبوستيريور او بوستيريور انتيريور؟ لا بالنسبه لكم كده يعني سيبك من المكتوب تحت، المكتوب تحت ده خلاص. ماشي يعني تشيست اكس ري اصلا بارك اوفر بس ليه؟ عشان يعني بسمع عليها ماشي. دكتور هي 55% دي مور ايكوال ولا مور بس؟ لا مور يعني اكتر من 55%. هو مثلا شكله زي حرف السي كده لجوه. لما بيحصل اللارجمنت في الليفت اتريوم بيكبر لبره، فالكونكافيتي ده بيختفي وتلاقي الخط ده نازل خط ستريت او بالجنج الهار. ده اللي اسمه الويست انفلتريشن. احنا قلنا ان المفروض الكارديو وفينك انجل المفروض تبقى ايه؟ اكيوت ماشي؟ هنا لما بيحصل اللارجمنت في الليفت فنتركل، الليفت فنتركل بيكبر 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 وينام اكثر على الايه؟ الكوبلا بتاع الدايفرام، فيخلي الانجل دي بدل ما هي اكيوت بقى اوبتيوز انجل زي دي كده. فلما الاقي اوبتيوز انجل كده يبقى العين ده عنده ليفت اتريال ليفت فنتركل دايلاتيشن او انلارجمنت. لو انا لقيت الانجل بتاعت الكوستوفرينك انجل دي اوبتيوز زاويه منفرجه زي المرسوم. هيك قصدك كارديوفرينك صح؟ كارديوفرينك ولا كوستوفرينك؟ كارديوفرينك
كارديو فرينك. طب دكتور مش المفروض لو لو الليفت فنتريكل بقى دايليتد الانجل دي تختفي يعني ولا لا؟ لو ايه مش المفروض ان لو الليفت فنتريكل دي كبرت الانجل دي تختفي مش تبقى اوبتيوس؟ ما يختفش المفروض ان هي تفتح لما هو كبر نام اكتر على الكوبلا بتاع ده فما بقتش موجوده تحته لا دي معلومه. آه. ايوه ايوه صح ماشي ماشي. ده الريورجن بتاع البلمونري انا اقفل بره كده فلو لقيتها دي هيبقى في بلمونري اوبستريت اوبستريشن. دكتور الصورة دي كده الانجل كارديو كانت انجل مش موجودة برضه؟ ما هي اوبتيوز كده ايه؟ اوبتيوز منفرجة يعني في ليفت فنتركل دايلاتيشن هي دي اكيد انجل؟ انت شايفها دي اكيد انجل؟ لا ما انا عشان اتلخبطت فيها فبسأل. لا دي مش اكيد انجل دي في انروجن دي اوبتيوز انجل في حاجة اسمها ابليفتد ايبكس. ده ابليفتد ايبكس ده اول حاجه الكارديو فرينك انكل عامله ايه؟ اكيد انكل ماشي. في الرايت فنتركل فنتركل دايلاتيشن الرايت فنتركل دايلاتيشن بيحصل ان الرايت فنتركل اصلا يكبر ويطلع ناحيه بره خالص فيخلي الانجل اكيوت تفضل زي ما هي اكيوت. يعني احنا قلنا الاول خالص ان النورمال المفروض بتبقى الانجل اكيوت ليشنز معينه بتعمل اكيوت انجل ماشي زي الايه؟ الرايت فنتركل انلارجمنت او دايلاتيشن بتخلي الانجل اكيوت عادي زي ما هي. والانجل والايبكس بتاعت الهارت لما بيحصل انلارجمنت في الرايت فنتركل بتتحرك لبره وبتبقى ابليفتد لبره وابليفتد. فالمفروض ان انا بلاقي البوردر بتاع الايبكس باصص ناحيه بره ومرفوع ناحيه بعيد عن الكوبي بتاعت ماشي. كده ليفت فنتركل حصل له انلارجمنت ولا ايه؟ ليفت فنتركل ليفت فنتركل لو حصل له انلارجمنت هتبقى اوبتيوز انجل. هو بس انا مش عارف هو انتوا عارفين اصلا المكان انتوا بس ايه عشان انتوا الرسومات مش عارف انتوا عارفين دكتور. هو دلوقتي لو الليفت فنتر لو الايبكس دي يعني انلارج بس فضلت في مكانها الكارديوفرينيك انجل هتبقى اوبتيوس، لكن لو انلارج وطلعت فوق هتبقى الانجل هتبقى مينتيند بس هتبقى في بلج قوية صح؟ اه بس اللي بيعمل ان هي بتخليها تبقى اوبليكس كده هو الراي فنتر كده. هو انتوا عارفين الاناتومي انتوا بس عشان انتوا بتبقى ايه الهارت مثلا مرسوم قدامكم ايه هنا مثلا ليفت فنتر كده وجنبه الرايت فنتر. هو الاناتومي مش كده يعني فعليا الهارت بيبقى ايه بيبقى شبه المنظر ده كده وقدام بعض يعني الرايت فنتر والليفت فنتر قدام بعض قدام بعض يعني انا في واحد باين لهنا والتاني وراه انا مش شايفه ماشي. يعني المفروض ان احنا الليفت فنتر الرايت فنتر قدام والرايت فنتر وراه ماشي وراه بس اكبر منه شويه اللي هو يعني زي مثلا خط هنا كده اخره هنا يعني ده الرايت فنتركل اخره هنا والليفت فنتركل اخره هنا بس هما قدام بعض عشان كده انا شايفهم حاجه واحده. انا شايف ان دول كده الهارت ماشي. فلما واحد فيهم بيكبر هو اللي هيعرفني مين فيهم اللي كبر هو الايبكس والكارديو فرينك. لو الليفت فنتركل هو اللي كبر هيكبر لبره وهينام على الكوبي بتاع ده فاهم ويعمل اوبتيوز انجل. لو الرايت فنتركل اللي كبر هيكبر لغايه بره فيجي مغطي الليفت فنتركل ويبان ان هو اب ليفتد ايبكس طلع بره وبص لفوق والانجل تبقى برضه ايه ستيل اكيد. وساعتها هيشارك في الايبكس بنسبه اكبر صح؟ هيشارك في الايبكس بنسبه اكبر لانه كبر لحد بره فهما الاثنين قدام بعض عشان بس تكونوا انتوا فاهمين اصلا المنظر الطبيعي اصلا بيبقى عامل ازاي. يعني طب الابليفت الايبكس دي بتنديكيت ان هو رايت فنتركل دايلاتيشن مش ليفت؟ رايت فنتركل الليفت فنتركل لو كبر ينام على الكوبلا بتاع الدايفرام ويعمل اوبتيوز انجل زي لك شايفين ده؟ نايم ازاي لتحت وعامل اوبتيوز انجل؟ هي الايبكس هنا ابليفتد لفوق وطلع بره؟ لا هي طلع بره لكن نايمه خالص على الكوبلا بتاع الدايفرام. دكتور معلش بس عندي سؤال بس ممكن بس الابليفت التاني عشان انت قاطع عندي ابليفت الايبكس دي المفروض ان احنا لما
الرايت والليفت فنتركل الاثنين قدام بعض، الرايت فنتركل قدام والليفت فنتركل ورا، ده الاناتومي الصح يعني هم مكانهم كده في الطبيعي الاثنين قدام بعض، عشان كده احنا بنشوف حاجه واحده بس ان هم شكلهم عامل كده. طب مين فيهم اللي باين؟ المفروض اللي باين ده الليفت فنتركل في الطبيعي، الليفت فنتركل لان هو اكبر شويه من الرايت فنتركل، الرايت فنتركل قدامه ومثلا وصل لغايه هنا كده فمش باين قوي. لما بيحصل فيهم انلارجمنت اللي هيعرفني مين فيهم اللي كبر هو الايبكس والايه؟ والكارد فلانك. لو ليفت فنتركل هو اللي كبر بيكبر اكتر وينام على الكوبلا بتاع الدايفرام فيبقى نازل لتحت كده وعامل اوبتيوز انجل. لو حصل انلارجمنت في الرايت فنتركل بيطلع لقدام ويبقى الايبكس طالع لبره ولفوق شويه ابليفتد لفوق والانجل اكيوت. طب دكتور ده ازاي والايبكس اصلا معموله بالليفت فنتركل؟ عشان الرايت فنتركل هو اصلا المفروض كان لغايه هنا مثلا صح؟ لما حصل انلارجمنت فيه راح هو بقى انلارج اللي بره خالص وغطى الليفت فنتركل خالص وبقت الايبكس اللي باينه قدام بتاعت اه يعني دي مش الترو ايبكس يعني بتاعت الليفت فنتركل دي ايبكس ثانيه اتعملت بره الايبكس ابليفتد ايبكس ماشي دكتور مش هو كده كده الايبكس يعني 2 ثيرد بالليفت فنتركل بس في ثيرد معمول بالرايت فنتركل بس هو ده يا جماعه انتوا عشان هو انا مش عارف هو يعني انتوا لو انتم حد داخل من الكمبيوتر او حاجه ممكن يفتح جوجل كده ويكتب بس ايه المنظر الاناتومي انتوا مش متخيلين هم ازاي محطوطين الاثنين قدام بعض يا جماعه مش جنب ايوه انا فاهم يا دكتور انا قصدي ان يعني هي الايبكس نفسها بس هي بقت هي ناحيه الرايت اكبر ناحيه الرايت ايوه ماشي فهمتوا ولا ايه؟ تمام طيب نيجي بعد كده هنقسم بقى الكارديا كل اللي احنا بنتكلم فيه ده كان اورينتيشن بس ماشي هنيجي بعد كده بقى نقسم الكارديولوجي حاجه اسمها كارديوميجالي ويزاوت كاركترستيك شيب وحاجه اسمها كارديوميجالي ويز كاركترستيك شيب ماشي وحاجه مثاليه بس كارديوميجالي ويزاوت كاركترستيك شيب يعني في كارديوميجالي بس مش واخده شكل معين ماشي ويز كاركترستيك شيب لا ده دي شكل معين بيقول ان الدايجنوز بتاع عندك كذا عشان ده كاركترستيك شيب للديزيز الفلاني ماشي اول حاجه هنبتدي فيها اكس راي الاول ولا زي ما قلنا كده اول ما ببص على الاكس راي بتخض طبعا ممكن الاكس راي ما تبقاش واضحه قوي لما بحط البريزنتيشن وشايفينها اكتر اول حاجه ببص عليها اول ما اشوف المنظر بتاع الاكس راي ممكن ساعات اتخض شويه ما ابقاش عارف ايه ده اللي انا شايفه ده فهنعمل ايه هنرجع للسكيما تاني وامشي بالترتيب بتاع الحاجات لو على 3 بي 3 سي الان بوردرز بتوع الهارت واللونج فيلد لو في حاجه ماشي اول حاجه هقولها ايه طبعا عرفت الرايت اهوت عشان تعرفنا ان ده الرايت سايد اول حاجه هقول ايه ان العيان ده اول حاجه تين اكس راي بلين اكس راي مفيش كونتراست بين يعني تين اكس راي تشيست اند هارت ماشي بين اكس راي واقول دي ده متصور ايه يعني ده ايه الجزء اللي في جسم العيان اللي متصور بين اكس راي ستاند هارت ولا بين اكس راي على ايد العيان ولا على رجل العيان ولا على بطن العيان ولا ايه بالظبط فدي بين اكس راي ستاند هارت الفيو بتاعي زي ما قلنا كلهم بوستر انتيريو فيو ماشي تالت حاجه بيشنت سنترلايزد اور نوت ماشي ببص على التو كلافيكلز اشوفهم في نفس المستوى ولا ادي واحده ودي الثانيه ماشي الكلاس للناحيه دي عاليه شويه عن الناحيه دي فده ايه نوت ويلسن ماشي ثاني حاجه هنعلق على الثالثه سي كوستوفينك انجل اون بوث سايد ادي ايه دي سودا ودي هنا سود كوستوفينك انجل اون بوث سايد فري ماشي وطبعا لازم اعلق على الناحيتين بالذات لو الاكس دي تاتشز لان الليجنز بتاعتش الجست موست تبقى يونيلاترال فممكن الاقي واحده فيهم اوبليتريتي والثانيه فري فلما اقول ان كوستوفينك انجل لازم اعلق على الناحيتين لو واحده فيهم فيها اوبليتريشن هقول رايت سايد اوبليتريتي وليفت سايد فري ماشي او الاثنين فري او الاثنين اوبليتريتي خلاص دكتور مش الليفت سايد هنا اوبليتريتي مش واضح انها فري خالص لا سوداء البوردر بتاعها بتاعها ودي دي مش زي الرايت سايد ايوه عشان الهارت قرب من هنا وفي نفس الوقت الفيلم اصلا بتاع الاشعه كمان ايه يعني مش حلو قوي يعني فممكن انتوا مش عارف انت فاتح من الموبايل ولا فاتح من الكمبيوتر يعني عشان مش واضح قوي بس هي دي فري يعني
تمام ماشي. تاني حاجة البوردر بتاع الهارت دي كارديو فرينك انجل اوبتيوز ماشي. يبقى 3 سي كوستر فرينك انجل ومفوت سايد 3 كارديو فرينك انجل اوبتيوز. كل الليجنز اللي بتعمل كارديو ميجالي وزاوية كاركترستيك شيب الكارديو فرينك انجل بتبقى اوبتيوز ماشي. مفروغ من الاخبار فراغ في اخر يعني في اخر الهارت كده ده ايوه لا ما هو ده البوردر كان تخيل البوردر مكمل يعني في افلام تانية هتبقى اول عشرة بص اللي عملت انه هينزل لك فيلم هيبقى نازل واضح قوي يعني ماشي يبقى كل المحاضرة دي المحاضرة دي هتجيلنا افلام صح يعني كيف افلام تمام نزل جينا في الامتحان كأفلام هيبقى سلايدز كده فيها اكس ري بس مش هتبقى نفس ال هتبقى اكس ري طب ماشي يبقى كوست فرينك انجل اون بوث سايدز 3 كارديو فرينك انجل اوف ديوز انجل ماشي. بعد كده حاجه اسمها كارديو ثوراسيك ريشيو. كارديو ثوراسيك ريشيو كارديو ثوراسيك ريشيو دي بنحسبها ازاي؟ برسم خط ونص الفيرتيكال كولم نازل لتحت واخد خط منه للموست بالجنج بوينت على ناحية الشمال وخط منه للموست بالجنج بوينت على ناحية اليمين ونشوف الخطين دول الاثنين على بعض يمثلوا قد ايه من الثوراسيك ريشيو. طبعا هنا وضع جدا قدي ميجا 60-70% البوردر بتاع الايبكس بتتلازق في الشيست والناحية دي هو الناحية دي المسافة دي كلها تمثل الرايت اتريوم الطبيعي فطبعا ده واخد نص البوردر ماشي. ففي بلاد الكارد سورس بيشو هقول مثلا تمثل 70% دي نوتنج مثلا ان هو كارديو ماشي. طب دكتور هو انا دلوقتي لو في الاكس راي دي لو اجي احسب السي بتاعت الكارديو ثوراسيك ريشيو مش هتبقى من نفس المكان هتبقى من فوق شويه صح؟ هتبقى من فوق شويه عشان انا بشوف فين الماست بولجن بوينت على الناحيه اليمين وعند مستوى ده انا قصدي بتاعت الثوراسيك كيج هي فوق شويه هنا هنا يعني الثوراسيك كيج الماست بولجن حته في الكيج دكتور هو فين الكوست اوف فرينك انجل على الليفت سايد؟ لا مش باينة من الكارديو فرينك انجل يعني هتبان في افلام تانية بس هي باينة والله يعني هو ده ابيض ولا اسود الحتة دي الانجل دي بيضا ولا سودا سودا بس هي قريبة قوي من الهارت فانا افتكرت الحتة دي الكارديو سودا يبقى هي دي الكوست اوف فرينك انجل دكتور دكتور حضرتك قلت ان الكارديو كل الكارديو ميجالي وزاوية لو دي حتى انت نزل لك هو ده بعد ما تشوف الكاركترستيك شيب هتعرف ان دي وزاوية الفيلم ده يعني وزاوية الكاركترستيك شيب ماشي. لو انت مش شايف الانجل هنا اكتب ناو لو ده كارديو ميجال وملوش شكل معين اكتب ان ده اوتيوز دكتور السبب هنا ايه طيب؟ سبب ايه؟ سبب يعني في الكارديو ميجال هنا لفت احنا لسه هنقول انت لسه ما انت مش تعرف السبب انت ده فيلم اكس راي انت شفت العيان خد منه هيستوري عن الاكزامينيشن مش تعرف انت كل اللي انت هتقوله احنا لسه بس بنقول عشان خليها بس بالتفكير احنا قلنا دلوقتي 3 بي قلنا 3 سي بعد كده التو بوردرز بتاعت الهارت عند الرايت بوردر بتاع الهارت ده كبيره خالص تقابل لبره خالص يعني ده رايت اتريال الدرجن وبعدين ابص على الليفت بوردر الليفت بوردر ادي الفيرست ريب سكند ريب سكند فاكوس سكند فاكوس سيس ماشي. في هنا بولجنج شويه لبره ده بتاع الهرموني ارتي وهو الفير الليفت بوردر بتاع ده السيرفس بين بتاع الليفت ايدج
الكيرف بتاع الاس اف ام لما بتبقى موجود هنا ده موجود ولا ده مزحلق ده قوي بره كمان شويه؟ لا ستريت دكتور. انا ببص على موضوع الكيرف، ببص على موضوع الكيرف ده عند السكند ولا عند الفيرست انتركوستال سبيس؟ انتركوستال سبيس. الايه؟ الثيرد انتركوستال سبيس. الثيرد فيها تكونكيف كده مثلا. لا الثيرد انتركوستال ده كله الحته دي؟ اه لو الحته دي بيبقى كونكيف شويه. ولا ببص على البوردر كله؟ البوردر كله. examination ولا كيس ولا انت ما احنا بنقول انت بتكتب موست بروبلي كذا انت ما قلتش ان هو انا عارف انا عارف موست بروبلي دي ازاي برضه انا هشك ازاي في موست بروبلي ده عشان هو انا قصدي حضرتك ممكن تكون عارفه لكن انا هعرف في الموست بروبلي ده لا انت عايز ما زي ما قلنا انت مش متحسر على دي قوي انت متحسر على انت قلت ده عين كارد ميجر عشان كده قلنا ان احنا الدايجنوستس في الاخر مش هو اللي عليه الدرجه كلها انت كل الايتيمز عليها درجات يعني انت لو كتبت ان انت العيان ده لان دي بلين اكس راي وان ده بوست انتيريور فيو وان عيان سنترايز ولا لا وان كوستوفرينك انجل كذا وكل الكلام ده انت بتاخد عليه درجات تمام وفي الاخر اكتب دايجنوز كارديوميجالي كارديوميجالي كذا كتبت بقى دي من عندك اللي هو موست بروبلي كذا دي ما فيش مشكله يعني ولا هيجي لوحده الايه الاكس ري في الامتحان ده هيجيلي بكيس ولا بيجيلي لوحده؟ لا بيجينا بس كومنت على الاكس ري. طب دكتور هو معلش انا هكومنت في ليفت بوردر هكتب ايه بالظبط؟ هتكتب ان ليفت بوردر السكند انتركوستال سبيس في بولجن للبرمونري ترونك ده دينوتنج البرمونري هايبرتنشن او برمونري دايلاتيشن ماشي والليفت ثيرد انتركوستال سبيس في بولجن ده دينوتنج ليفت ايتال اللارجمنت والكارديو فينك انجل اوف ديوز دي نوتين ليفت انتركل انلارجمنت ماشي يعني ليفت بوردر ده اللي هو البرمونري اريا والليفت اتريوم والليفت طب والرايت سايد اقول ايه معلش يا دكتور الرايت سايد رايت اتريال انلارجمنت هو الرايت سايد ما فيهوش غير الرايت اتريوم اللي هو اللور تو ثيرد بتاع الهارت هو ده الرايت اتريوم وانا عرفت منين ان هي الرايت اتريوم انلارجمنت شايف انت المفروض الفيلم ده مثلا رسمت خط من النص هنا تمام ده شايف المسافه اللي واخدها الرايت اتريوم ده طبيعي لو رسمت خط من النص هنا كل ده رايت اتريوم كل ده لا هو مش طبيعي عشان انا بقارن مثلا الصورتين ببعض انما انا في ايوه ده اللي انت عشان تشوفها الصوره واحده لا طبعا ايوه يعني انت شايفه كبير ولا مش كبير شايفه عامه هو ده كبير ما شاء الله لا كبير ماشي واخد نص اللون كده نص اللون ده وسط الوسط نص اللون ده طبيعي لا بس ثاني حاجه دكتور يعني انا في الليفت سايد بكومنت على البالمونري ترانك ليفت اتريوم والايبكس والرايت بوردر بكومنت على الرايت اتريوم بس. دكتور مش بكومنت على الاورد كارش او الاورد ترانك في لا لا مش عارف هو انا حاسس ان هنا دي اللي احنا قلناها اللي هي الايبكس ابليفت قصدي ابليفتد ايبكس ابليفتد ايبكس بس هو اصلا الاكس دي مش ابليفتد ايبكس يعني حاسس ان هي الايبكس بانشنج
وحاسس شوية ان الكارد فرينك انجل دي اكيوت يعني. انت لو مش زي ما قلت لك، بص انت لو انت مش شايفها كويس والاكس راي دي ما فيهاش كارد ميجالي وذ كاركترستيك شيب، قول ان الانجل دي هتشوف دي مش اخر اكس راي يا جماعه، انا دي قبلها تبقى واضحه شويه، دي قبلها مش واضحه قوي كده. هناخد طيب حاجات كاركترستيك شيب عشان نبقى عارفين يعني الفرق بينهم. ما لسه هتاخدها بعد ما اخلص دول. ماشي ماشي دكتور. اللي في كارديو رجلي ولا لا بالكارديو ثوراسيك ريشيو بس، صح كده؟ ده اللي بيقول لي خلاص يبقى تعمل لي فيتشرز دي بتظبط، صح كده؟ لا بقيت فيتشرز دي عشان تعرف ايه اللي كبر. اه الكوز يعني، تمام خلاص. لا ايه اللي كبر بالظبط كمان يعني، اللي كبر حاجات ما كبرتش. تمام ماشي خلاص. سوسبيشن ويت بحسبها ازاي؟ برسم خط النص وتبقى كولم، وخط الموست بالشن بوينت على ناحيتي، وخط الموست بالشن بوينت على ناحيتي، برسم على الاثنين على بعض واشوفهم يمثلوا قد ايه من الخط الواخد كل السوسبيت، واقول البرسنتج بتاعها. ادي البلمونري اريا وادي اللفت اريا وادي الانجل الاوبيوس. ده نفس الاكس راي اللي فاتت، انا بس رسمت على الخطوط. ماشي دكتور، انا بقول كومنت على البرمونري ترانك ولا ما بقولش؟ ايوه بتقول. ما احنا قلنا البرمونري ترانك هنا في دايلاتيشن او يعني برمونري ارتري انلارج. دكتور انا في الامتحان مش مطلوب مني اعمل برسنتج للكارديو بالمونري ريشيو دي؟ لا بتقول ايه؟ طبعا هم احنا بنحسبها لك ازاي ان هو في شرطين يعني بالمسطرة يعني ولا بالايه؟ بتعمل مسطرة، ممكن تبقى معاك مسطرة او بتاخد زي الموضوع كده او حاجه ممكن بمسطره سهله يعني. المسطره دي بترسم خط كده وتقيس المسافه وتشوف ان دي مثلا 8 سنتي على قد ايه مثلا على 12 سنتي، يبقى دي مثلا تقريبا 65 مثلا في المية تكتبها. هنكمنت على الاكسري دي ازاي؟ دي برضو دي كارديو ميجالي وزي الكريبوك ديكشيز تشرفت ان في كارديو ميجالي. اما تيجي الكومنت على اكس ري هنمسك دكتور الليفت سايد مثلا، هنمسك البالمونري بولج يا جماعة. سوالي عشان ما تلقطوش وما تنسوش حاجة، وتلاقوا نفسك ناقصين درجات على حاجات تمشي بالترتيب بتاع الاسم. اول حاجة تشيست اند هارت انتيريور فيو وصل انترفيو والبيشنت سنترالايزد. عرفت ازاي؟ قال الجرافيتي ازاي على السيد في نفس بايه المستوى. ماشي بعد كده اجي على الانجلز وصل فين باكل اون بوث سايد فري فري. ماشي كل دي فرينك اكل هنا مش فاهم. ماشي فانا هقول مثلا هعرفه برضه يعني، انا لو في حاجه المفروض اعلق عليه وانا مش شايفها كويس عشان الصوره مش واضحه اكتب نور. لا مش مضمون. بتكتب ان انت يعني انا مثلا انا مش شايف، فانا هقول مثلا ايه كارد فينك انجل كارد فينك انجل كان نوت بي فيجوالايز انت هتشوف. ماشي اعرفه ان انا المفروض كنت ابص على الحاجه الفلانيه بس انا عشان مش شايفها فانا ما عرفتش ابص عليها. بس يا دكتور هي مش هي باينه شويه اكيوت ولا انا متهيألي؟ هي مش باينه خالص. هي الفولدر بتاع الهارد نازل هنا بس الفيلم طبعا رديء شويه فايه مش واضحه هنا يعني ناحيتها. ماشي فاقول ان هي كانوا دي فيجوالايز. ماشي هاجي بعد كده الكارد سورس ريشيو برسم خط النص اللي بتبقى كولا من وانزل بيه تحت بقيس الموست بانشن بوينت على ناحيتي والموست بانشن بوينت على ناحيتي واشوف تمثل قد ايه. هلاقي ان مثلا تقريبا بتمثل 60%. ماشي وبعد كده لما ابص على الرايت بوردر بتاع الهارت في اللوشن ولا لا؟ اه في اللوشن في ده دي نوتنج ذا رايت ليفت اللوشن والليفت بوردر في بالمونري ترانك اللارجمنت اهو كان السهل. ماشي والبوردر المفروض هنا يبقى كونكيف لجوه يبقى كونكيف لبره ليفت ات. ماشي في كده اللارجمنت في البلمونري اريا والليفت اريا فيبقى كده عندي بلمونري ارتري دايلتيشن او اللارجمنت وليفت اريا دايلتيشن او اللارجمنت.
الاكس ري بتاع الايه ده فورك ليجل ماشي فورك فيشر دايجنوز قلنا تموصل هو جي ده كوماتيك ماشي دكتور هو ده برضه نفس زي يعني نفس الدايجنوز بتاع الهب اذا هم كلهم واحد بس مخ يعني افلام مختلفه طيب دكتور هو هنا الرايت اتريم هنا برضو يعني انا شايف ان هو ممكن يمشي طبيعي مثلا يعني. مش شايف ان ده كيرف البره ده الرايت اتريم ده كل ده اوكي هو دكتور معلش احنا ايه النورمال بس عشان مش عارف النورمال دي ان انا بلاقي الهور كله على بعضه اول حاجه الكولسترول في الشوكه اقل من تلتين من الناحيه دي وثلث الناحيه دي ماشي تلتين الناحية دي وتلت الناحية أنا متخاطر من نفس هنا ده التلت بس التلت ده كبير الكارسورس بيش ونفسها كبيرة تمام دكتور اللفت بنتر يعني أنا أقول إنه اللارج صح؟ إيه؟ اللفت بنتر اللفت بنتر كده أقول عليه لو أنا شايف الأول يعني أنا مش شايفها فمش هقول حاجة عليه بس هو عامة في قادم يجيلي كله بس انا هقول على الليفت فنتركل عشان مش شكل انجل تحت شكل ممكن يجي لك من مش عارف اقول حاجه على الليفت فنتركل ولا على الرايت صح؟ الرايت اهو كبير طب دكتور يعني انا بكومنت على الرايت اتريم بناء على الصوره بتاعت الرايت اتريم النورمال اللي في دماغي صح؟ اه انا كان قصدي يا دكتور ان احنا مش شايفين الكارديفرانيك انجل مش هنعرف نكومنت لا على الرايت ولا على الليفت فنتركل صح كده؟ لا انت الرايت كوست فلينك انجل هم بتعال عليها اصلا مش كوست لا انا بتكلم عن رايت فنتريك مش حاجه كوست فلينك انجل اه انت قصدك الرايت فنتريك يعني هنا ما دام مش شايف الانجل او ولا اقول ده ولا ده انا مش شايف الانجل اصلا فمش عارف كومنت لا على الرايت ولا على الليفت فنتريك صح كده؟ بس هي الفكره في ايه بقى؟ ان انا اول حاجه انت كل الحاجات اللي بتعمل وتاوت كاركترستيك شيب بتعمل اوبتيم ماشي؟ الحاجات اللي بتعمل اوبتيوز انجل الحاجات اللي ملهاش شكل معين يعني الحاجات اللي ليها شكل معين اللي بتحلل الرايت انتركل جيبر يعني دي حاجات قليله هنشوفها في حاجات كاركترستيك شيء يعني لكن اي حاجه فيها كارديو وزاويه ناوي كاركترستيك شيء ده عنده اوبتيوز انجل يعني ده احنا نقول ان الكارديوفرينيك انجل هنا اوبتيوز صح كده؟ اوبتيوز حتى لو مش شايفينها كويس ماشي او اللي برضه اللي هيكتب ان هي كانت بيجي شغلتها برضه هاخد نفس الطريقه طيب دكتور رايت ايتري من ايه تالي ايه عليه معلش رايت ايتري من اللور شمال تمام يعني انا لو هقول فول كومنت على الاكس راي دي هقول ان دي بلين اكس راي بوست انتيريور فيو بيشنت سنترال ماشي وبعدين على 3 سي عندي البوست بوست اوفيرك انجل اون بوث سايد 3 الكارسوس ريشيو كان اوف فيجوالايز او ممكن اقول اوبتيوز لو انا متاكد ان ده وده اكتر بس شيء تمام يعني في لفت بورد بس بكومنت على البورد ترانك ولا حاجه تاني ايه انا مش فاهم حاجه انت بتقول ايه دكتور هو كان بيقول اللفت بول في اللفت بوردر كومنت على الرايت ترانك بس ولا في حاجه تاني؟ لا اللفت بوردر ده لسه بقى احنا اللفت بوردر ده البرمان ترانك واللفت اتريم واللفت في البرمان ترانك اللفت بوردر ده لفت بوردر برمان ترانك لفت اتريم لفت بنتر سامعني ولا ايه؟ يعني في كومنت على اللفت اتريم واللفت بنتر ولا مفيش؟ ايوه مش احنا قلنا ان هنا ايوه انت سوا يبقى ده في ليفت اتر لارج ماشي انت بقى كتبت في الانجل دي ايه انت اعتبرت ان ده وزود كاركترستيك شيب كتبت ان الانجل هنا اوبتيوز يبقى هتكتب ان في ليفت كتبت هنا ان الكارد فلاك انجل كان هو بيجي جوايز دي ما تعلقش على ايه على الفلت لانك هتعرف ازاي ان هو كبير وانت اصلا مش شايف تاني تمام ماشي ده نفس الكلام للإكس راي بوست انتيريور فيو بيشنت از نوت ويل سنترالايز ليه؟ لأن الكلابكل دي عالية لفوق لو أنا قست المسافة لفوق كده دي أعلى من دي شوية ماشي بوست أوف هانك أنكل أون بوث سايدز فري
كارد فلانك انجل اهي. اوكي يا دكتور الانجل مالها؟ اوكي كارد فلانك انجل اوكي اه يا دكتور انا مش عارف اشوف الكوبي اللي بتاعت الدايجرام عشان احدد الكوبي اللي تحت شويه تحت شويه بس هي اه بس الانجل هي كده طبعا لو رسمت خط وشفت كارس ريشيو هلاقيها اكتر من 55% لو رسمت خط في النص هنا ده تقريبا قاسم الخط نصين يعني نص الخط الناحية يعني ده رايت ايه كده اللورج ده ليست برضه فرمان الاليا قبل بره اهي واللفت اتريم قبل بره ده اللورج وفي لفت اتريم لورج هتبقى اللورج برضه صح؟ هو دلوقتي على الرايت سايد في حته بيضة طالعه كده يعني اب هازرد شويه هل دي هي البرونكو باسكلر مارك ولا دي لا دي لاكشن نيمونيا مش عارفه دلوقتي ايه يا دكتور ده بتاع نيمونيا هتشوفها في التشيست اكس راي دكتور فين الكارديوفينك انجل هنا كارديوفينك انجل بس الكوبري انت مش باين عشان كده مش شايف دكتور هو العيان ده سنترلايزد؟ لا انا هو بول سنترلايزد ما احنا قلنا ان الكلافكل دي واطي عندي شوية دكتور هو هنا الكارديوفرانيك ايه اوبتيوس ولا ايه؟ الكارديوفرانيك انجل اوبتيوس انجل بس يعني ممكن يعني ممكن ما عملش كمان عليه علشان هو مش باين الكوبري ده ولا بس انتوا يعني احنا في اكس ري بنشرح عليها وفي اكس ري ممكن تبقى حاجه واضحه وحاجه مش واضحه لكن الحاجات اللي هتنزل لكم في الامتحان هتبقى اكس ري واضحه جدا دكتور هو انا كوستوفرانيك انجل لو هي هتبقى مش فري هلاقي اير فلويد ليفل ولا هلاقي ايه بالظبط؟ لا دي قصه ثانيه ده في الشيست يعني انا دايما هتقول هتقول الانجل عندي هتبقى فري هتبقى هتقول ان هي اوبريتريت ماشي يعني الفلويد ليفل بي يا اوبريتريت في الفلويد ليفل دي قصه ثانيه خالص عشان اقول الفلويد ليفل دي ديكليجنس بتعمل الفلويد ليفل دي حاجه اسمها كور الفيوجن بس حاجه بتعمل الفلويد ليفل دي حاجات معينه ماشي زي الفلويد يا اوبريتريت فري اللي في الفلويد ليفل ده الحاجات بتاع الباي نيمو فوركس والهيدرو نيمو فوركس لكن اوبريتريت بس لكن ما فيش الفلويد او في ابسس مثلا لكن اوبريتريت بس ده عادي ممكن يبقى بلورال افيوجن في باس في نيمو في قصدي هيمورج ده اللي يخليها اوبريتريت لكن الفلويد ليفل ده ليجن ده المعاناه اللي بتعمل فيه تمام انت بالنسبه لك انت هنا هتقول يا اما فري يا اما اوبريتريت دكتور هو هنا الرايت بوردر فيه رايت اتريم انلارجمنت ولا لا؟ رايت بوردر اه وصلت خط من هنا ناحية السايدين انت نص الخط من الناحية التانية انت لو وصلت خط من النص هنا ده كده ده كده كل ده الرايت اتريم ده كبير صح؟ مظبوط بس ده انلارجمنت ماشي؟ تمام الكارديومودي بقى اللي فيها كاركترستيك شيء يعني شكل معين بيخليني او افكر في دايجنوزس واحد على طول دي حاجات معينه بقى ده اللي احنا قلنا عليه ان احنا لو لقينا الكارديومودي ده والكاركترستيك شيء يبقى انا انجل اوبتيوس طيب الويز كاركترستيك شيء اول حاجه هناخدها حاجه اسمها فلاسك شيب دوت فلاسك شيب دوت ده شكل الفلاسك ماشي الاكس ري اللي انا ببص عليها عشان اقول ان ده فلاسك شيب دهارت فلاسك شيب دهارت ده بيحصل حاجه اسمها بريكارديال افيوجن في فلويد اتجمع ما بين البريكارديوم والهارت فيخليه شكل الهارت في الاكس ري شبه الفلاسك كده ماشي ايه اللي يخليني اقول ان دي فلاسك شيب دهارت حاجتين مهمين ان البي في حاجه اسمها بيزو دهارت ده البيزو دهارت ماشي المسافه اللي بين هنا وبين هنا
ماشي، المسافه دي بتبقى عريضه، يعني المسافه دي كده عريضه ماشي. المسافه دي عريضه وعندي حاجه اسمها اول حاجه البوردرز بتاعت الهارت اعرف ارسمها، حاجه اسمها ويند فاين بورد ماشي. وفي نفس الوقت كولاترال اسيمتريكال يعني ناحيتين شبه بعض، يبقى عشان اقول ان ده كلاسيك شيفت هارت ان في ريكارد الاكلوجن يعني لازم يبقى وايد بيز ويل ديفايند بوردر الناحيتين اثنين سيمتريكال ماشي. عايز اقول دكتور يعني ايه ويل ديفايند بوردر؟ ويل ديفايند بوردر يعني اعرف ارسمه في الالم. طب ما اي واحد شايف عليه؟ لا طبعا مش اي واحد دكتور. دي مش كارديو ميجالي بالظبط، هي دي ده البلد اللي حوالين الهارت صح؟ لا ده مش كارديو ميجالي، اخر واحده دي يعني مش فاكر ده فلويد. الفلويد ده ممكن يبقى بلد او سيرس او اي حاجه في فلويد. الفلويد ده ما تعرفش، عشان تعرف لازم تدخل أيوة. بقى وتسحب تاخد اسبريت من جوه تعرف كده. شايفين ده البيز بتاع الهارت ماشي، ده البيز بتاع الهارت. دي نورمال، دي نورمال ماشي، ده البيز بتاع الهارت. في الصوره الثانيه هنلاقيها عريضه، ده البيز بتاع الهارت ماشي، ده البيز بتاع الهارت شكلها عادي ماشي رفيع. ده البيز بتاع الهارت طيب ماشي طيب خلاص. دي بقى عريضة صح؟ وال two sides لو بصيت عليهم قالوا شبه بعض بالظبط تقريبا يعني ماشي، يبقى ناحيتين سيمتريكال على ناحيتين ماشي. وفي نفس الوقت ويل ديفاين بورتر يعني امشي عليه. الانجل الانجل الالكتروني كلينيك اكيوت هنا ولا ايه؟ الانجل هنا الكارديو كلينيك انجل اكيوت يعني دي دايما بتبقى فيتشر ولا دي اكس راي ده؟ بس دي مش هتعلق يعني، هتقول ان الكارديو كلينيك انجل اكيوت ماشي تمام. لا انا مش هحكم دي دايما بتبقى موجوده في الفلاسك شيب هارت ولا دي بس في الاكس راي؟ اه بتبقى موجوده، لا بتبقى موجوده في الفلاسك شيب هارت كارديو كلينيك انجل اكيوت. بس طبعا مش هتقول ان في هنا رايت او ليفت فينتريكل اللارج، عشان كده اي لو همشي عشان لان مش شكل هارت اصلا، ده اللي بره ده يعني. لو همشي بالسكيما هقول ايه؟ السكيما بقى احنا دلوقتي ادي اكس راي، هقول ده عيان ايه ده فيها اكس راي بوست باكتيريال فيو. البيشنت تقريبا التو كلافيكلز في مستوى واحد، لو انا اسمه فوق فانا هقول ايه دي اعلى من دي صح، اللي هي الناحيه اليمين اعلى من دي، فهقول نون بول سنترالايز ده رايت سايد. هبص بعد كده على الكورسور كلينيك انجل اهي سودا، وهنا بس الار فوقيها سودا برضه، يبقى كورسور كلينيك انجل اون بوث سايد. كورد كلينيك انجل اهي اكيوت انجل ماشي، وبعدين عدى على الرايت بوردر اللي انا رسمت خط هنا ده كده الرايت بوردر الطبيعي لا تكبير. انا شايف فيه كارديو ميجالي ماشي سيمتريكال معقول فايند ويل ديفايند بوردر، مش هعلق على الرايت ولا ليفت فنتريكل ولا الرايت اتريم. ليه؟ لان انا مش شايفه، كل اللي انا شايفه ده الميه اللي حوالينا او الشغل اللي حوالينا اهو. يعني يا دكتور في البوردرز اقول الرايت بوردر از انلارجد ليفت بوردر از انلارجد صح؟ اه سيمتريكال انلارجد، سيمتريكال انلارجد على ناحيتين لان شبه بعض على ناحيتين وول ديفاين. لو كتبت بقلم كده اعرف ارسمها. هو بحسب هنا كارديو ثراسك ريشيو ولا لا؟ اه طبعا بحسبها، ما انت عارف ازاي ناخد دكتور يعني هنا احنا زي ما احنا، بس الفرق بس في البوردرز، بدل ما اقول البوردرز عادي اقول الفيتشرز بتاعت الماسك. اه هنا هنا هتقول الفيتشرز بتاعت الماسك، لكن مش هتقول بقى ولا في رايت اتيال اللارجمنت ولا ليفت اتيال ولا ليفت فنتكل، ولا هتقول فرنجر اريا،
تمام. طيب عكس زينا ده فلاسك شيك وايد بيس بيس بتاعته عالية جدا ويل ديفايند بوردر سيمتريكال سيمتريكال ماشي. حضرتك هتقول هنا ازاي؟ ما انا بقول لك ده كارديوميجالي ويز وايد بيس وطهار سيمتريكال لارجمنت اون بوث سايد ويل ديفايند بوردر الدياجنوز ايه فلاسك شيفت هار ماشي ده ايه كاركترستيك شيفز يعني دي المفروض انت تكتب دياجنوز ماشي تمام يا دكتور. طيب دكتور معلش ممكن بس الانجل تاني اللي هي الكوستو كوستو خانك انجل 3 يعني السودا وهنا سودا بس الار محطوطه فوقيها فمش باين قوي على معدي. طب والكارد فينك بقى؟ اه خدت هناك انجل اكيو مش دي الكوست فين؟ خدت هناك انجل يا جماعه اهي اهي خدت هناك انجل اهي اكيو كوست فينك انجل ما هي وجنبها هي عشان الهارت كبر قوي فواصل لغايه الريبس من بره فالحته السودا دي كلها ده كده اهي ده كده كوستو فينك انجل ده كده كوستو فينك انجل ماشي دي فيها ايه سواني كده في قوطية ده نوت كاركترستيك شيب اصلا انت صح ولا ايه؟ بس اه عندك الكارديوفرينيك هنا اكيوت عادي مش هنرجع تاني للسكيما مش عليها لان حتى ممكن مش موصلش للدايجنوز بس في الاخر اكتب كل النقط اللي انا هكتبها واعلق عليها الا ان انا لو كل اللي انا بعمله بوصل ده انا شايفه خلاص عشان اخد درجات على كل الحاجات اللي انا كتبتها هقول دي كلين اكس اي بوست الاتير فيو Not well centralized. Well centralized. Well centralized. هما الاثنين على نفس نفس المستوى دي مش لازم يبقوا اللي هما نايمين كده. ماشي؟ يعني ده متصور وهو رافع ايده لفوق، الكابيتالز مكتوبة على فوق اهي. لو المسافة من هنا لغاية آخر الفيلم من هنا أو من هنا لغاية آخر الفيلم من هنا 2-1 دي بليت شيب دي ماشي وبعد كده هقول ايه كوستو فينك انجل في اون بوث سايد كارتو فينك انجل اكيو كارستراسيك ريشيو مثلا 70% دي نوتين كارتو ميجا وده نفس الخط في النص ده كده طبيعي رايت افريا في رايت افريا الارجن ماشي هنا ده طبيعي الليفت بولدر بتاع الارض لا ده بولجنج بره بس ده دكتور هنا مش باين خالص انتركوستال سبيسز انا ما اقدرش اقول دكتور بس اه بس البولدر كله على بعضه كونكيف لجوه ولا بولجنج بره بولجنج بره يبقى في اللفت ماشي اقول انلارجمنت في البولمونري ترانك في الليفت ايت الاثنين ماشي فده ده كارديوميجالي خلاص طيب ده فلاسك شيب ينفع فلاسك شيب لا ليه عشان مش ويل ديفايند بوردر ولا وايت بيز سيمتريكال يا دكتور ولا سيمتريكال عشان مش سيمتريكال هو هو ويل ديفايند بوردر ماشي لكن مش سيمتريكال يعني شويه بس ليه بس مش وايت بيز مش وايد بيز لان البيز بتاعته دي اهم واحد مش وايد بيز البيز دي النار ادي دي مش البيز حتى دي كده دي بقيت الكلاب السكابلا من ورا بس الوتر بتاع الوتر اهو داخل معاه كده وداخل داخل معاه كده البيز نار وبيز ده الايجون سايت بتاع التي جي اي ترانسبوزيشنال جريت اوت ماشي ده اللي بتاع الجود شيت صح؟ لا الايجون سايت الثاني ده بتاع الخلو ايه هو البول شيب ده الخلو هيجي بعد شويه ماشي ده ترانسبوزيشن ليه هو واي ده ايه الواي
مش اي حاجه يا دكتور. دي دكتور عايز اقول شيب ايه الشيب ايج اون سايد ايج شبه البيضه اللي نايمه على ايج اون ايج اون سايد لا ايه الدماغ دي ماشي هو انت يا جماعه درست الحاجات دي اللي هو التي جي اي والخلو والكلام ده ولا لا؟ لا لا ايه بقى البي جي اي ده؟ التي جي اي ده حاجه اسمها ترانسبوزيشن او تريت ارتريس اللي هو المفروض ان احنا الرايت فنتركل طالع منه البرمالي ارتري والليفت فنتركل طالع منه الاول فرد. التي جي اي ده مع كوسين اللي هو الاول طالع على الرايت فنتركل والبرمالي ارتري طالع بعد كده. انا سمعنا عنها في الباثولوجي بس زمان ماشي. فبيبقى عامل شبه البيضه اللي نايمه على جنبها كده حاجه اسمها ايج اون سايد. ليه قلت عليه ايج اون سايد؟ ما قلتش عليه فلاسك شيب عشان البيز بتاعته نارو ماشي. العيان ده عنده حاجه اسمها سايمرز جلاند. السايمرز جلاند دي بتبقى راكبه فوق البيز بتاع الارض كده عشان كده هي عامله الشادو اللي طالع ده كده. ده في هنا شادو اهو طالع كده لبره. هو ده الايج بتاعها هيبقى طفل صح؟ أوكي. فانت عشان الشادو اللي بتاع السايمس ده اللي طالع انت متخيل ان دي البيس بتاعه لكن الهارد البوردر بتاعه ماشي معايا. دكتور ايه سايمس جلاند؟ سايمس جلاند ماشي. ده البوردر بتاع الهارد ده اللي ماشي كده البيس بتاع الهارد نارويز. دكتور حاجة ممكن تقول بس التي جي اي دي تاني؟ تمام. دي كونجنت الانومالي دي بقى دي هتبان على اكس حاجة؟ بتبان ايكون سايد مع لسه اللي هو اللي احنا عملناه من الصفحه زي شبه البيضه كده اللي نايمه على جنبها. ليه قلت عليها ان هي دي ايكون سايد مش فلاسك شيب؟ عشان اول حاجه نوت سيمتريكالي انلارج على الناحيتين ونارو بيز البيز بتاع الهارت نارو. لو البيز بتاع الهارت وايد زي ده وسيمتريكالي انلارج على الناحيتين ده فلاسك شيب بتدفع البيز بالكل دي. طيب انا ليه بتبقى السايمس جلاند ايش دخله بالموضوع ده؟ عشان في ناس بتشوف ان ايه الشغل الرابع ده؟ طب ما دي وايت بيز فهمت؟ دي مش وايت بيز ولا حاجه. ده الشغل بتاع السايمس جلاند هو اللي طالع وكان السايمس جلاند دي راكبه على الارض من فوق فبتبان الشغل بتاعها هنا فالناس تفتكر ان ده وايت بيز. لا هو البيز بتاع الارض مش بتاع كله لا الفولدر هو مش معاه اهو ماشي. طب دكتور انا كارديو فرينك والكوس كارديو فرينك ايوه ايوه مش حاجه خلاص تمام. دي اكيوت انجل وكوس فرينك انجل سي. طب دكتور يعني هو التو كاركترستكس بتاعتهم بس اللي هو نارو بيز ونو نارو بيز ونو سيمتريكال موجود على الناحيتين بس كده؟ اه دي اللي بعرفه كده فلاس شيب ولا ايكون سايد. طب والكارديو فرينك برضه دايما تبقى كيوت صح؟ كارديو فرينك تبقى كيوت ده الايكون سايد نفس الكلام اهو ادي البيز نارو ماشي ونقص سيمتريكال اللارج على الناحيتين. طب دكتور البوردرز البوردرز هنا مش ويل ديفاين معنا اصلا المفروض ان الايكون سايد ديت البوردرز انا ما قلتش ليها ويل ديفايند. هي اه الاكس راي اللي كانت قبليها كانت ويل ديفايند لكن دي مش ويل ديفايند. الويل ديفايند بيحصل ايه؟ مع ال هو مش فاهم الويل ديفايند مش المفروض ان هي حاجه تترسم ما دي برضه مرسومه. فين المرسومه دي؟ دي تعرف ترسم البوردر بتاعه؟ اوكي. ده تعرف تمشي على البوردر بتاعه بالقلم؟ مش مدوره يعني؟ مش مدوره البوردر اصلا بهتان مش باين. ماشي يعني ده ولا ده؟ ده اعرف امشي عليه بالقلم صح؟ اه مش لكن دي تعرف تمشي عليه؟ مش تعرف تمشي عليه؟ الثانية برضه نفس الحاجة هما الاثنين ترانسبوزيشن اوف جريت ارتريس هما الاثنين نفس الحاجة اه بس مش كاركترستيك ليه ان يبقى ويل ديفايند. يعني لو لقيت البوردر مش ويل ديفايند عادي هو اصلا مش دي مش حاجة كاركترستيك هي كاركترستيك للعيان بتاع الفلاسك شيب
شايف البوردر ويل ديفايند او مش ويل ديفايند ما فيش حاجه دي مش حاجه خالص ماشي دكتور. هو في التي جي بقى هي الكاركترستكس بتاعته بس اللي هي الاج وان سايد دي وخلاص مفيش حاجه ثانيه مميزه دي نارو ويز اعرفها ازاي من الفلاسك شيب النارو ويز هي اهم حاجه اهم حاجه النارو ويز ماشي وايسيمتريك الانرجمنت والسايمستريك لا سامي الشادو دي مش لازم تبقى حاجه احنا بس بنقول ان الشادو ده بتاع سايمس عشان ما حدش يتلخبط ما بينه وبين ان هو يقول دي واي بيز دكتور. انا قصدي كمان ان الترانس بوزيشن ده اكيد يعني هيجي لي اكس راي بتاع طفل صغير يعني مش هيبقى راجل كبير ولا ايه؟ كل الاكس رايز اللي هتجيلك هتبقى بتاع طفل صغير مش احنا اطفال. صح. انا قلت بقى يعني قلت ماشي لا اكيد مش هنجوز ونجيب لك حد فعلا حد كبير. نعم دكتور. ايوه انا سامعك. اشمعنى السايمس بانت هنا في الاكس راي ده؟ مش لازم تبان في اطفال بتبقى في الاكس راي عندهم. اشمعنى السايمس بانت في الاكس راي ده بالذات؟ انا بقول لك مش لازم تبان في اطفال ممكن السايمس بانت تبان عندهم. اشوف في اصلا دكتور وانا بكتب الفيز بتاعت اللي هي النارو بيز مش هتجيب مش هتجيب سير انت مش هتجيب اصلا سيره الساينس بلان. انت هتعمل مثلا كومنت على الاكس راي دي هقول ايه بلين اكس راي بوست باندر ريفيو بيشنت سنترال مثلا وبعدين هقول كوست سالك انجل اون بوث سايدز او مرض الاثنين فري ماشي والكارديو فرينك انجل اكيوت اهي ماشي والكارد سوراسيك ريشيو تمثل مثلا 60% مثلا او 65% نوتنج كارد ميجالي الرايت بوردر بتاع الهارت ده هو هرسم خط هنا واقول ان في انلارجمنت اللي هو الرايت اتريم دي نوتنج الرايت اتريم انلارجمنت والليفت بوردر هو هنا البوردر بتاعي بونشنج لبره يبقى في ليفت اتريم انلارجمنت والرايت اتريم انلارجمنت عشان الاكيوت انجل ديت ماشي فيبقى في كارد ميجالي هنا نارو بيس ماشي الشكل ايه ده كارديو ميجالي ماشي ايجون سايد ابييرنس دينوتنج ان ده عيان عنده تيشي ترانسبوزيشن اوف بليكو ماشي مش هجيب سيرة الساينس اصلا هي الفكره كلها انا بعرفك ان الشال ده مش بتاع الوايت بيت ده بتاع الساينس يعني ماشي ماشي يا دكتور ماشي ايه اللي ماشي يا دكتور انت في حاجه مش فاهمها ولا ايه في حاجه معينه تسالوا عليها لو في حاجه معينه اقوله قبل ما ننقل على الاكس اللي بعدها لا لا تمام دي البوتشي دي فلت دي فلت تترولوجي دي فلو الاول حاجه الفلو ده ما فيهوش كارديو ميجل ماشي الفلو دي حاجة مهمة جدا الفلو ما فيهوش كارديو ميجالي ممكن يبقى فيه مايل رايت فنتركل اللارج مايل رايت فنتركل اللارج ده ممكن ماشي بس هو عامة المفروض ما فيهوش كارديو ميجالي ماشي فأنا عندي هنا بوك شيبد هارت عندي حاجة اسمها اكزاجيريتد ويست الويست اللي احنا كنا بنشوفه في الهارت اللي هو المفروض المنطقة بتاعت البيز بتاعت الهارت دي المفروض تبقى عادي نازل عادي كده في نازلة مسحوبة لجوة يعني كم اللي احنا كنا بنتكلم عليه ده هنا موجود بزيادة خالص شايفين الكون ده كم كم ده شايفين ولا لا؟ ده كده كم كم ده داخل وبزيادة يعني أكثر من النور مكان اللي المفروض هنا موجود ليه؟ لأن العين ده من ضمن الكاركترستكس بتاعت البوتشي ده العين ده بيبقى عنده هرمونال ارتري هايبوبليزيا فالبرنامج الارتري بدل ما كان كبير وبيطلع لبره يقفل بره كده لا ده دخل جوه عشان حاله البسط فخلى الكوكامري ده موجود بزياده شويه. يعني دي اسمها ايه؟ يعني اكزاجيريتد ويست اللي هو اللي كان الاول خالص كان حاجه اسمها اوبليتريتد ويست دي اكزاجيريتد ويست ماشي يعني داخل جوه وبزياده تمام؟
عشان ده برضه بتاع السايمر. الاوبليتريتد ويست دي كانت فين؟ الاوبليتريتد ويست دي اللي هي في الليفت انت اللوجنال. تمام. دي اسمها اكزاجيريتد ويست. ماشي؟ دي اوبليتريتد ويست. ماشي؟ فالبول ده لو هعلق على الاكس راي دي نفس الكلام هقول دي تاني اكس راي بوستر انتيريو فيو بيشنت از نوت ويل سنترالايز عشان الكلاسيكال دي اعلى من دي شويه. ماشي بعد كده الكوستوفينيك انجل فري اون بوث سايد كوستوفينيك انجل اكيو. ماشي ماشي ال بعد كده الكوستوس ريشيو قد كذا المفروض ان انا مش فاضي ما جيت عليا مثلا اقل من 50%. وبعدين الرايت بوردر بتاع الهارت النورمال انا شايف فيه ليفت مش شايف فيه رايت اتر انلارجمنت والليفت بوردر بتاع الهارت بلاقي فيه اكزاجيريتد ويست اوف ذا هارت دي نوتنج ايه فالمرة هايبوبليزيا العيان عنده ايه عنده فود شيب هارت او فالو تترايد. طب دكتور معلش هو الليفت اتر ماله؟ ليفت يعني الليفت انا مش ليفت اتر في حاجه ولكن الليفت بوردر عشان في عنده بالمونر هايبوبليزيا فاصبح في اكزاجيريتد ويست. يعني انا دلوقتي في الليفت بوردر ما عملش كومنت على الاكزاجيريتد ويست بس لكن ما قلتش بقى بالمونري بقى ما قلتش الليفت اتريوم ولا الايبكس ولا الكلام ده. لا الايبكس هتقول اقول ايه بقى؟ هتقول ليفتد ايبكس اهي ليفتد ايبكس طلع بره وقفل فوق وهي اللي خلت ان الايبكس بعيده عن الكوبري بتاعتها كان خلت الاكزاجيريتد والرايت بوردر ده رايت فنتركل مايلد لي انلارجد مايلد لي انلارجد بس في نفس الوقت ما عملش كارديو مونتر. دكتور بعد اذنك حضرتك طب الرايت سايد مش حضرتك قلت لو ابليفتد ايبكس يبقى رايت فنتركل فيه انلارجد صح؟ اه يعني هنا رايت فنتركل انلارجد. اي هو يا جماعه الفالو ده كان بيبقى ايه؟ ده بيبقى اربع حاجات ترانسبوزيشن ورايتنج اورتا overriding aorta مفيش transposition مفيش الخلو ده مفهوش transposition overriding الاورتا وستينوزز يعني هو ايه الفالو ده الفالو تويد ده ولا الفالو ايه ده؟ بص يعني هو دي حاجة كده كونجنتال انوملي خدناها في باثولوجي اربعة 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 انورمالي. انا فاكر بس انا عايز اعرف هو الفالو ده هو البوت شيب ده هارت هو نفس الحاجة؟ الفالو هو اللي بيعمل لي منظر البوت شيب. تمام ده اللي هو اللي فيه الاربعة انورماليتيز اللي احنا خدناها قبل كده. ايه بقى هما الاربعة دول؟ خلاص يا جماعة نرجع تاني الاربعة دلوقتي اللي موجودة في الفالو ايه؟ عندي هو الرايت الاورطة تمعيني ولا ايه؟ تمام فرمانة هايبوبليزيا هو الرايت الاورطة مايلد رايت فنتريكولار دايلاتيشن و VSD ماشي؟ مايلد ايه دكتور؟ مايلد رايت فنتريكولار دايلاتيشن او اللارج مايلد رايت فنتريكولار اللارج ماشي عشان كده مش ليفت فين تريكل؟ لا رايت هو حصل انرجمنت نتيجه الهرمونال ستينوزس هو الهرمون طالع من هنا من رايت عشان كده حصل انرجمنت ماشي دكتور هو هنا رايت ايه؟ الايه؟ رايت ايه فين هنا؟ رايت ايه فين ما فيهوش حاجه رايت ايه هنا
هنا بس في مايل انلارجمنت في الرايت فنتريكل. ايوه بس احنا قلنا ممكن يكون الرايت اتريم تكون مايل انلارجمنت بس مش تعمل لنا كارديوميجلي اللي احنا قلنا. دكتور هو الاستينوزس ده بيبقى موجود فين معلش؟ الايه؟ بالمونري استينوزس. بالمونري هايبوبليزيا. ما هو البالمونري استينوزس او بالمونري هايبوبليزيا واحد يا ده. طب دكتور الرايت اتريم بتبقى تمام؟ ايه؟ الرايت اتريم بتبقى نورمال؟ نورمال اه. وساعات بيبقى فيها مواد لارجمنت كده بس هو المواد لارجمنت الاساسي اللي احنا بنتكلم عليه الرايت اتريم. طب دكتور معلش الكارديو سراسك ريشيو دي كده هنقول عليها ايه؟ نورمال. نورمال. امال ليه يا دكتور حطيناه تحت الكارديو ميجالي ولا عشان هو ليه كاركترستيك شيب بس؟ ده ليه كاركترستيك شيء والكوستوفرينيك انجل فري انت عارفين هذي بس ان هو ما فيش كارديوميجيا ليه ده وفي مايل بس هو لو لسه كاركترستيك ريشيو مش هلاقيها اكتر من 55 ماشي ليه عشان بعد شوية هنشوفوا صورة كده هنقول عليها بعد شوية ماشي ده الصورة دي حاسه بوت شيب ده هو بوت شيب برضه بس في حاجة ناحية اليمين غريبة اه دي هي برضه بوت شيب شكل ماشي بس فيها يعني بوت شيب بس في كارديوميجالي كويس مش باين قوي يعني ايه كارديو ميجالي وبوت شيب فعلا الويست مش باين قوي اه انت مش شايف ده مو كله انت مش شايفه ازاي اكزاجيريت دكتور بس الرايت فنتريكل هنا كبير قوي يعني شايف لو هتعلقوا فول كومنت على اكس راي هتقولوا ايه هنقول ده بلين اكس راي تشست ارستريوس تقريبا دكتور مش دي الحاله ان لو الدكتس ارتيوزس فضل مفتوح برضو مع الفالوس ممكن يعني ترجع عشان تطلع راسك انت شايف الصوره انت مش عارف فين صح نرجع للسكيما بقى ارجع للسكيما عشان اخد الدرجات الم الدرجات اللي انا المفروض المها احسن من ان انا اقعد افكر واضيع الخمس دقايق مثلا انا المفروض اقول كومنت على الاكس راي في ان انا اصلا مش عارف ايه الاكس راي دي فانا ابدا اوصف بالتدريج ممكن اصلا وانا عمال اوصف لنفسي وماشي على السكيما الاقي نفسي وصلت للدايكنوز لو عندي من غير اي حاجه تمام ماشي فانا هعمل كومنت على الاكس راي ده اقول ايه؟ اقول عادي في الاكس راي جست اند هارت بوستر انتيريور فيو البيشنت سنتر واي طبعا الاكس راي هي الفيلم الرديء جدا بس انا جايبها عشان دي مهمه جدا في حياتي المهم ال علي في المايك النور علي لا تاني فرعايز علي ماشي خلاص دي لو انا هعمل فول كومنت عليها زي ما قلنا كده سامعني اه يا دكتور محرز احنا دي بلين اكس راي بوستر انتيريور فيو بيشنت سنترلايزد الكوست اوف لايف انجل مثلا هقول ادي حاجات سودا اهي وادي سودا برضه في اون بوث سايد الكارديو فرينك انجل اكيوت وعندي هنا كارسولا سبيشيو هقيسها واقول قد كذا ماشي طبعا الرايت بوردر بتاع الرقم مش باين قوي عشان فيها ماشي هي الصوره دي مش واضحه قوي يعني الفيلم مش حلو قوي يعني بس لما اجي اقول هقول نفس الكلام في هنا اكزاجيريتد ويست شويه ماشي
بس في كارديو مجال. ينفع اقول على دي بوت شيب ده هارت فالو يعني؟ لا يرفع له مجال ليه؟ لان ما فيهوش كارديو مجال. ماشي؟ فدي لما اعمل عليها فول كومنت اعمل عليها فول كومنت اكنها كارديو مجال ولو الكاركترستيك شيب عادي. ماشي؟ بس ده عنده حاجه اسمها تيلسينج. ليه مش كارديوميجالي يا محمد؟ لو استعمل يعني الرايت سايد، الرايت سايد مش باين قوي ممكن يبقى كارديوميجالي. انا بقول هو كارديوميجالي، انا بقول هو كارديوميجالي. طيب ليه مش تتراولوجي وفلو؟ عشان ما فيهوش كارديوميجالي. التتراولوجي وفلو ما فيهوش كارديوميجالي، ما فيهوش كارديوميجالي. تمام. طب انت قلت ايه؟ معاك ماشي دكتور. نعم. هو مش حضرتك قلت الكارديو ماجري بيزود كاركتريستيك شيب ده بيكون دايما باي ديفولت اوبيوس انجل اللي هو الكارديو فرانيك، وهي هنا اكيوت، يبقى ازاي هعتبرها وزود كاركتريستيك شيب؟ انا دي هقولها دي وزود كاركتريستيك شيب عشان انا ما عنديش اصلا كارديو ماجري في الفالو. هو الفالو ده في كارديو ماجري؟ لا ده ما فيهوش كارديو. طيب هو المنظر ده يقول ان ده كاركترستيك شيب، يقول ان هو كاركترستيك شيب شبه ايه؟ البوت شيب ده. طب البوت شيب ده بيبقى فيه كارديو ميجا؟ لا، يبقى ده مش يعني ده اكسبشن يعني. طب ده حاجه اسمها ايزو شيب. ايزو شيب اشكال في الاكس ريز تلخبطني مع حاجات ثانيه. ماشي، عشان كده دي جبتها في ايتم لوحدها، لان دي كنت ممكن اشرحها مع عادي مع الكارديو ميجالي وداوت كاركترستيك شيب. ماشي. بس احنا جبنا اشكال شبه كاركترستيك شيب بس ما هياش كاركترستيك شيب، هي شبه. ماشي. طب ليه ما اقولش ان دي فالو؟ عشان ده اصلا عنده كارديو ميجالي. اللي عنده ده مش اكزاجيريتد ويز، ده حاجه اسمها شيل فينج وطوارئ، يعني زي الراس كده. ماشي. اسمها ايه؟ اسمه شيل فينج. شيل فينج. شيلفينج ده زي الرأس، يبقى على ال ال اللي هو يعني عامل زي الرأس كده بتاع اي حاجه محط عليها حاجه يعني. بس ليه مش عشان الفالون المفروض ما فيهوش كارد ميجا؟ طب دكتور احنا لو علقنا على الليفت سايد هنا هنقول ايه؟ هنقول فيه ان هنا في رايت فنتركل انلارجمنت. ليه؟ عشان هنا في في أبليستيد إيبكس يعني وأكيوت أنجل. وهنا في رايت إتريال إلارجمنت. يعني ممكن تجيها فيها رايت فنتريكل؟ إيه؟ رايت فنتريكل؟ رايت فنتريكل إلارجمنت. طب يا دكتور والكومنت بتاع البلمونري ترانك والليفت إيبكس؟ ما فهمتش حاجة. لأن ده مش بارجن. ما هو احنا ده اللي بنقول يا جماعه، مش كل اكس هي هتبص عليها. انا في امتحان كنت ممكن اقول ان الليفت اتريوم از النور. ليه؟ وانت عندك هنا ده بولجنج. ثانيه بس عشان ايه ال عشان الشاشه دي اشيلها. هنا عندك ده بولجنج بره، ده مش بولجنج بره، ده داخل جوه. ماشي. فانا ما هو ده اللي احنا قلناه في الاول، احنا ليه اصلا حبيتنا الاناتوميكال ايريز؟ عشان انت تعرف ايه اللي انلارجد. يعني مش معنى ان انا قلت لك ان العيان ده عنده كارد ميجالي ان لازم كل الحاجات تبقى كبرت. يعني مش لازم عشان عنده كارد ميجالي يبقى الليفت فنتركل والليفت اتريوم والرايت فنتركل والرايت اتريوم والبلمونري ارت كلهم كبروا. مش لازم يعني هو الشيلفنج اوف ذا هارت ده عشان ال عشان ابليفت الايبكس اللي حصل رايت فنتركل عمل ابليفت الايبكس وراح عامل اكيوت انجل وخلى في شيلفنج. يعني نورمال رايت اتريوم مع الابليفت الايبكس والانلارجد رايت فنتركل يعمل الشيلفنج ده، صح؟ رايت اتريوم انلارجمنت مش نورمال ولا حاجه. الليفت اتريوم ليفت اتريوم تمام.
دكتور لو سمحت بالنسبة للرايت سايد عندي في موجود البلمونري فاسكولار ماركي. لا دي نيمونيا، دي نيمونيا يا جماعة. الباتش اللي شايفها الأبيض ده ده نيمونيا ماشي، بس أنا مش جايب مش هقولها هنا يعني، ده من ضمن الحاجات مش هقولها هنا عشان احنا بنشرح دلوقتي الإكس راي. بس لو جالك إكس راي في الامتحان كده لازم هتعلق على حاجة، ما هقولها في الأول خالص إن في حاجة اسمها لونج فيلد أو بتاعت مش عارف أكتبها لكم هنا ولا لا، إن أنا بعلق على 3 تي 3 سي 2 بوردر واللونج فيلد. يعني لو لقيت دي في الامتحان لازم هعمل عليها كومنت ماشي، بس انا مش عامل عليها كومنت دلوقتي عشان الفرصه ما خدتوش تشيست اكس اي لسه. دكتور هو رايت اتريم، رايت اتريم هنا انلارجد ولا نورمال؟ انلارجد ايوه، ده رايت اتريم هو. ولو رسمت خط من النص هنا ده كبير بس دي كلها. طب دكتور لو دي جات لي هقول عليها ايزو شيب ولا اقول الزاويه؟ مش لا ما فيش حاجه اسمها ايزو شيب يا جماعه، ده ايزو انا حاطه عشان تعرفوا ان في كاتيجوري من الاكس ريز ممكن تبقى شبه حاجات، فانا كاتب لك ايزو عشان تبقوا انتوا فاهمين بس ان دي شبه حاجه بس مش هي. يعني اكتب كارديوميجالي وزود كاركترستيك شيب صح؟ مش هتكتب برضه وزود كاركترستيك شيب، هتكتب كارديوميجالي وخلاص بس. كارديوميجالي وخلاص. اه مش انا بقسمهم كاتيجوريز عشان انتوا تبقوا يعني لمين الحاجات مع بعضها بس، لكن هو انت هتكتب في الاخر كارديوميجالي وخلاص، لكن مش حاجه اسمها وزود كاركترستيك شيب ومش حاجه اسمها ايزو شيب. معلش هو لو في حضرتك كومنت على ليفت بوردر هنكتب ايه بالظبط؟ ليفت بوردر هتقول عليه ان في شيلفينج في ليفت بوردر ماشي، وفي رايت فنتريكلر انلارجمنت اوف ليفت ايبكس ده ليفت بوردر. مش هتجيب سيرة الليفت اتريوم ولا البرمائي الارض، انا مش شايفهم اصلا، شكله كبير. هو هنا الكارديو فرينيك انجل اكيوت صح؟ طيب دكتور هو مش حضرتك قلت لنا ان اي حاجه اي كارديو ميجلي من غير سبيسيفيك شيب دي تبقى الكارديو فرينيك انجل؟ ايوه ده لا ده انا مش شايفها مش شايف الانجل، ودي كاتيجوري تاني اسمه ايزو شيب، حاجات شبه الكارديو ميجلي تمام بتاع اللي هو اللي هو البوت شيب يعني بس هو مش بوت شيب. المنظر الثاني اللي هو اسمه ايزو شيب ده لو شفته هقول عليه. لوسك لوسك شيب مش سيمتريكال تيجي اون سايد. لا الوايت بيز اهو، وايت بيز ويل ديفايند بوردرز بس مش سيمتريكال. مش لوسك لوسك فلوسك، في ناس هتبقى شايفاه فلوسك شيب وفي ناس شايفاه ايجون سايد. طيب هو اول حاجه ينفع فلاسك شيب ما ينفعش ليه؟ لان اول حاجه الوايت بيس بس سيمتريكال اللي هو شيب اون بوث سايد. تاني حاجه البوردر بتاعه الرايت بوردر ما اقدرش امشي عليه القلم هيزي شويه، اقدر ارسمه بالقلم؟ لا، يبقى ما هوش سيمتريكال اللي هو شيب ومش ويل ديفايند بوردر، لكن في وايت بيس. طب ممكن اقول عليه ايجون سايد؟ لا برضه عشان مش نارو بيز ده وايت بيس ماشي، ده اسمه ايه ده جلوبيولار هارت، يعني عادي هعمل عليه كومنت عادي كانه اللي هو كارديوميجالي، اللي هو اقول ايه على الاكس راي تشيست اند هارت بوستر انتيريور فيو بيشنت سنترلايز كارديوفينيك انجل اون بوث سايد ذا فري كارديوفينيك انجل اوكيو شويه الراي الفضل الكونسورس ريشيو قد كذا. لو رسمت خط من النص كده ده كده كل ده الرايت اتريوم. لا ده اللوجر، يبقى الرايت بوردر بتاع الهارت فيه رايت اتريا اللوجر والليفت بوردر او قابب لبره هو، يبقى عندي بالموناري ارتري دايلاتيشن او اللوجر وليفت اتريا اللوجر وليفت فنتري اللوجر كله. لا ده ليفت فنتري هنا كله لارج بقى صح؟ الانجل هنا اكيد معلش بس مش سامع الانجل يعني في صوت مايك داخل مش سامعني حتى يعني سامعني كده كده شويه اوبتيوز شويه اوبتيوز شويه فين يعني 90 كده ده ايه كارديوميجالي. ممكن اقول على ايه حاجه اسمها جلوبيولار هارت، جلوبيولار هارت يعني مش لازم جلوبيولار بس ده كارديوميجالي عادي تمام. يعني لما اجي في الدايجنوز اقول كارديوميجالي دكتور ما قلتش ان هو ده فلاسك شيب عشان هو ما
مش ويل ديفايند بوردر ونوت سيمتريك اللوجن اون بوث سايد. ليه ما قلتش نو ايجون سايد؟ عشان وايد. ماشي دكتور، يعني اي حاجه ما لهاش سبيسيفيك شكل سبيسيفيك ممكن اقول عليها كارديوميجالي عادي و... هتقول عليها كارديوميجالي عادي ماشي، اقول عليها ايه معين؟ لا مش هتقول عليها حاجه معينه، ما هي دي مش المفروض هو يساوي سبيسيفيك شيء. يعني ده لو ليه ليه اللي فاتت عشان الكارديوفرينيك انا uplifted apex uplifted apex uplifted اول حاجه الانجل المفروض دي اوبتيوز مش اكيوت ماشي دي اوبتيوز انت ال لا دكتور يا رايت انجل دكتور الصراحه بالظبط ما يعني ناحيه الرايت انجل الرايت انجل دي يعني ناحيه الاوبتيوز دي ثاني حاجه الابكس دي انت شايفها اوبتيوز هي فين الابكس اصلا انت شايفها uplifted دي يعني يعني ابل لبره وفي مسافه كبيره بينها وبين الدايفرام ماشي دي أبل برة والفوق يعني أبل برة والفوق دي لا لا كله أبل بس ماشي وكله كله واخد كده كله أبل برة فده لو ربطني على حاجة هيربطني مع الفلاسك شيء ماشي بس هو مش فلاسك شيء. دكتور إزاي هنوصف البوردرز في الجلوبيولر؟ لسه قايل البوردر ده هنا عند الرايت إتريال إنلارجمنت والليفت هنا عندي نقول إنلارجمنت بس؟ أه وعند الليس بوردر هقول ان ده في رايت هذا بالمونر ارتري لارجمنت وليفت اتريال لارجمنت ورايت وليفت فنتريكل لارجمنت. تمام. طب دكتور هو الجابلر ده كده مش حاجه كاركترستيك يعني حاجه معينه؟ لا 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 تمام. هو شكله شبه الجلوبيول بس ده مش كاركترستيك. هو انت فيش سمعت اي ديزيز بيعمل حاجه اسمها جلوبيول هارت؟ لا. لكن في ديزيز بيعمل حاجه اسمها فوت شيت هارت او ايجون سايد او في الباسك شيب لكن مش حاجة مش حاجة تانية. ده لو ربطني بقى لو ربطني مع ايه؟ ايجون سايد دي ايجون سايد ايجون سايد ربطني مع ايجون سايد ولا هو ايجون سايد؟ لا هو ربطني بيز دكتور بس المفروض ايجون سايد ما عندوش وايد بيز. ايوه تمام هو ده لو انا شفته هقول عليه ايجون سايد بس ده عنده وايد بيز فده مش ايكون سايد ده ايه عادي كارديوميجالي فهتوصفه زي الكارديوميجالي العادي خالص اللي هو برضه بتين اكس راي بوستو انتيريور فيو بيشنت سنترالايز بوستو كلينيك انجل اون بوث سايد 3 كارديو كلينيك انجل هي كيو انا لو لقيت الايه اقول كارديوميجالي وخلاص هو ده جلوبيولر الايه ده جلوبيولر لا مش جلوبيولر ده كارديوميجالي عادي ماشي هو ده فرق يعني كارديو فرينك انجل ايه معلش كارديو فرينك انجل اكيوت انجل اكيوت ايه هو فين الدايفرام طيب ولا الطريق الاسود اللي تحتيه ده انجل الكاستريك اير فالف تمام ده ده كان اهو دي ابليفتد ايبكس يا دكتور ولا دي دي ابليفتد ايبكس دكتور هو اللنج اللنج اللي على الرايت دي مالها مفعوصه اللنج على الرايت هنا مفعوصه شويه لا الفيلم احنا اللي احنا اللي ضاغطين الفيلم ضاغطين الفيلم شويه بعدين بتاع ايه بصوا في زينا في كده مش انا مش سامع اي حاجه في علي ارجوك ارحمنا يا علي ارجوك علي ارحمنا يا صوت بس انت بتتكلم من سماعه ولا من الموبايل بس مش جربت تغير طب يعني ايه رايك في ولا كنت سألت أنجل أيوه فيه أمال على ناحية إيه اللوجر اللي تحت دي كوبية بتاعت الأسلام ده كده بتاعت الأسلام ده كده إزاي الاثنين مش على نفس الليفل دي واحدة إيه والثانية إيه دي كسر الموبل دي مش الأنجل أيوه أنا فاهم أنا برضو حاسس إن الاثنين مش على نفس الليفل ده وانت الحمد لله
واحدة ولو مشيت بخط كده الثانية ايه المشكلة؟ طب دكتور هو ال left atrium وال pulmonary arteries أو pulmonary trunk؟ لا مش عارف. تمام. دكتور. دكتور مش فاهم أي حاجة من الصورة دي، هو إيه ده أصلا يعني؟ العيان عنده كل مجال عادي خالص. في أنا يعني هعمل كومنت عليه. يعني هو مثلا واحد قوي صح؟ دي اللي هي بتقول لي ان العيان ده ماشي معاك يا جماعه، احنا مش لازم كل الحاجات تبقى كبيره مع بعضها ماشي. طيب ده عنده وايت بيس، دي تفيدني في ايه؟ تفيدني ان ده مش ايجونسايد، يبقى المفروض البيس يبقى نار ماشي. فانا عشان كده قلت ان الشكل ده شبه الايجونسايد بس مش ايجونسايد. ليه؟ عشان وايت بيس ماشي. طيب هنا في رايت اتريال انلارجمنت، في رايت اتريال. طب هنا في ليفت اتريال انلارجمنت، في ليفت اتريال. في بالموناري ارتري انلارجمنت، ايوه في بالموناري ارتري انلارجمنت. هنا في رايت فنتريكل انلارجمنت، في رايت فنتريكل انلارجمنت عشان في اكيوت انجل وابليفت الايبكس ماشي. لو انا قست الكولسترس ريشيو هلاقيها كبيره، يعني انا لو حاولت دلوقتي اجيب كل الهارت ده كده على الناحيه الشمال يملى لي بس الناحيه الشمال، ولا يبقى مكمل كمان في اليمين؟ هيبقى مكمل طبعا في اليمين. لا لو رسمت هنا خط في نص الفيرتيكال كولم ده اصلا يا دوب ده فاضل له سنتي ويلزق في الجروف، فده اكيد اكتر من 55% يبقى ده فاضل له ماشي. طيب هو في يعني ابيض كتير كده ناحيه الرايت سايد؟ في الابيض كده الليفر يا جماعه كوبلا بتاعت السامع ده الابدومن، الابدومن بتاعت العيان تحت يعني ده الليفر الابيض الكبير ده بتاعت كوبلا ده الليفر. الليفر عند الهايت كده مش الليفر اللي تحت شويه المفروض يا جماعه رافع الرافع بتاع احنا ضاغطين الصوره، احنا ضاغطين الصوره كده الريشيوز بايظه بس يا جماعه ماشي. بس دكتور هو الرايت اتريم يعني ما فيش حاجه صح؟ لا في ده كل ده رايت اتريم كل ده يعني لو رسمت خط النص ما تبقى كل من هنا كده وخدت كده لغايه النص كده كل ده رايت اتريم يعني هو كده كل حاجه النورز ما عدا مثلا الرايت الليفت فينتر ما عدا الكلام ده. دكتور هو انا بقول ابليفت الايبكس او لا على حسب الكارديو فرينك انجل؟ فرينك انجل هو ان انت اصلا المسافه اللي بين الايبكس والدايفرام بعيده والايبكس نفسها طالعه لبره وبصه لفوق سنه زي تكون شيلد اور يعني كان برضه ده شايفت عنه ازاي؟ دي بصة بره والجسمة بصة راح لفوق سنة يعني مايلة لفوق سنة صح؟ تمام. بس ده. لكن اقصد ان مش هينفع يجي مثلا uplifted apex مع مثلا الانجل تكون مش اكيوت صح؟ لا صح، لان اصلا لو هي الانجل اكيوز مش اكيوت هيبقى اصلا الابكس نايمة خالص على الدفرام تحت مش تبقى بصة فوق اصلا هتوصل تحت سنتريكل مش رايت صح؟ ليه؟ هتكون ساعتها دي هتبقى ساعتها اللبس بنتك تمام. شكرا لك. واحنا ما عندناش حاجة تانية النهارده صح؟ بقى احنا بقى كتير خلصنا كده يا جدعان في بقيه الاسبوع صح؟ ايه في ايه؟ ايه ده محاضره ثانيه يا بيه؟ محاضره واحده النهارده؟ خليهم حاجه ثانيه بقى، محاضره واحده بقى فنخليهم اربع ساعات. هو ممكن في حاجه؟ هنكمل يا جماعه؟ ده برضه قدم كده عادي لو سمحت بس ممكن تخلي اسئله في الاخر بقى لنا ساعتين ونص كده يا ريت. ده نفس المنظر بتاع الايجون سايت بس ده برضه وايت بيز، فده ايه ده قدم كده عادي ماشي. في حاجه اسمها مثالين بقى دي اللي هي اكس ريز ثانيه مع حاجات ثانيه ألو
الو الدكتور فصل ولا ايه؟ الواد ده يا ابني الواد ابنه ده يا ابني عمل صداع. هو فضل كتير يا جدعان، بقولك فيها اسئله كده يا جدعان عشان هي اللي انت بتسالني اسئله. خلي بالك احنا بناخد يعني اكس راي اونلاين، انت لو مش شايف الحاجه هتضيع يعني. لا لا والله يا جماعه انت بتقول المحاضره دي اصلا يا عيال المحاضره دي نعم ماما. الفورنسكس المره اللي فاتت قالوا ان في بكره ولا ايه نظام؟ هم قالوا لا، الدكتور قال ان هو ينزل حاجه اونلاين كده نبقى نبص عليها بقى. مش عارف علينا يعني مفيش علينا، قال محاضره صعبه عشان كده مش هينفع. يعني في بكره ليكتشر ولا لا؟ هيبقى في. طيب لو في انا ايه رايكم نخليها متاخر شويه؟ يعني هو القسم فلكسبل، ايه رايكم؟ هو بتاع بكره فين؟ هو لسه انزل المفروض قال هينزل بكره حاجه، هو قال المفروض هينزل حاجه عليها فويس اوفر وبعدين نسال بس في المحاضره. ايوه بكره مفيش. انا ما تساليش عشان ما ينزلوش دلوقتي، خليها بعدين. لا ما هو ممكن لو ما سالتش ينزله بالليل. لا دكتور جويند تمام. نتكلم في الدراسه. اي شكرا هنقول تاني المثالين يا استاذ. عندنا نفس الكلام، هعلق على الاكس راي عادي خالص. تين اكس راي شيست اند هارت بوستر انتيريو فيو بيشنت سنترلايزد او لا، هنا الكلافيكل الناحيه اليمين اعلى من الناحيه الشمال شويه ماشي، فهيبقى ده نوت ويل سنترلايزد. كنت كلينيك انجل اون بوث سايدز هقول ان هما فري. وكل سورس ريشيو هقيسها واقول ان هي بتمثل كده. وبعدين هنا الكارديوفينيك انجل مش عارف اعلق عليه قوي. وبعدين هقول ايه المفروض ان احنا الليفت بوردر بتاع الهارت مش هيبقوا باينين قوي ماشي. ليه؟ لان في حاجه الاوباستي كده سودا. ثواني معلش. هنا هقول ايه؟ هقول هنا في جيت بلاك هايبر ترانسلوسنس اراوند الهارت، ده هو ماشي. ده عنده ايه؟ عنده نيمو بريكورديا ماشي. وطبعا اي حاجه توسيس او اي حاجه راكبه للعيان بعلق عليها. يعني مثلا هنا انا شايف ايه؟ شايف هنا الفاكتيو اهي الانبوبه دي ماشي. مش شايف في حاجه طالعه من تحت الانبوبه دي ايه؟ ماشي. اندوتراكيتيو دكتور معلش، هو ايه الكومنت؟ هو ده مش رايل يا دكتور؟ نيمو بريكورديا يعني. يعني في الاثنين يعني. دي واحده اهي اخرها هنا، دي انبوبه ودي انبوبه ثانيه. فين الكوكتات ده؟ الانبوبه اللي طالعه من تحت دي، في حاجه اسمها امبلايكس كاستر بتركبها في العيان النيونات عن طريق الامبلايكس بتدخل على الهارت. ده طبعا هي داخل على الليفر كده دكتور. ما بتدخل بتعدي من الليفر وتدخل الهارت. مش مهم مش عارف يعني. حاجه اسمها امبريكال كات بتدخل عن طريق اللي هو الامبريكال فين. طفل لسه مولود بدخلها من الامبريكال بتاعت العيان. الامبريكال فين بتدخل وتعدي من جوه الليفر وبعدين تيجي طالعه داخل الهارت. ما ايه يا دكتور؟ امبريكال كات ماشي دكتور. ايه الكومنت معلش ما سمعتوش قبل الكلينكس راي. بين اكس راي بوستر انتيريور فيو البيشنت از نوت ويل سنترلايزد عشان الكلافيكل دي اعلى من دي. وبعدين الكارديوفينيك انجل اون بوث سايدز 3 الكارديوفينيك انجل كان نوت فيجوالايزد عشان انا اصلا عندي هنا هواء حوالين الهارت اوكي ماشي اللي هو الاسود ده.
وبعدين بقول ان العيان ده الكونسرس ريشيو قد كذا بقيسها واقول، وبعدين بعلق على الهواء اللي حوالين نوفي جيت بلاك هايبر ترانسليوسنسي. جيت بلاك يعني سودا خالص، هايبر ترانسليوسنسي ان سيرخين بالهار ماشي لان دي موتور الكارديا. اوكي شكرا. وبوصف بقى اي انا بيبرك بقى العيانة او مثلا دي الحاجات البيضة دي دي اللي الاي سي جي الكترودز ماشي. دكتور معلش وانا برضو بكومنت على البلمونري ترانك والرايت اتريم ونفس الموضوع ده. لا مش هتكومنت هنا لانك ده مش شايفه اصلا، لان في هوا حوالين الهارت. طب يعني تمام اونس ان انا لقيت هوا حوالين الهارت اقول ان الموضوع ان في هوا وهايبر ترانسلوسنسي وبس كده. اه ماشي. ده بقى حاجه ثانيه من المسلينياز برضو، حاجه اسمها تكستوكولوجيا ماشي. هو المفروض ان انا هنا اعرف الاكس راي دي الاورينتيشن بتاعها ايه. ادي ده الليست سايد عندي علامه الليست ماشي، وادي اللانج فيلد. اللانج فيلد هو هنا الهارت بص ناحيه اليمين او ناحيه الشمال؟ ناحيه الشمال. اليمين. ناحيه اليمين سوري اليمين. اه ناحيه اليمين الايبكس بص ناحيه اليمين. طيب هو دي الناحيه اليمين ولا الناحيه الشمال؟ الناحيه اليمين عرفت ازاي؟ لان الليفت سايد عليها العلامه بتاعت الليفت سايد ماشي. فالايبكس هنا بص ناحيه اليمين. طب الجاستريك اير بابل بقى بشوفها فين؟ اهي السودا دي. يبقى دي كارديا بس. دي لا دي بقى سانتس انفيرس ستوتاليس. لان ليه؟ لان كل الحاجات اتقلبت. ادي الراس ناحيه اليمين والسومك بقى ناحيه اليمين والليفر ناحيه الشمال. اسمها ايه يا دكتور؟ سانتس انفيرس ستوتاليس. يعني هعلق عاد سانتس انفيرس ستوتاليس. سانتس؟ سانتس انفيرس، انفيرس العكس. العكس. انفيرس يعني العكس. سانتس انفيرس ستوتاليس. تتالس يعني كل حاجه دكتور تعالس يعني كل حاجه تعكس. يعني كل حاجه تعكس. فانت دلوقتي هتقول ان ده عادي برضه كلين اكس راي بوست وانتي ريفيو بيشنت سنترالايز اور نوت كوستوبلانك انجل اون بوث سايدز فري وعليه الكارديو كلينك انجل. طبعا احنا هنا الحاجات معكوسه فالكارديو كلينك انجل هتبقى فين الناحيه دي ماشي، والكارسيوراسيك ريشيو قد كذا ماشي. المفروض ما عندوش كارديو انجل اصلا، وعلى الراي بوردر ان هو نورمال والليفت بوردر ان هو نورمال، وان الجستر كير بابي على الناحيه اليمين. طبعا ده عنده ايه؟ عنده اكسترا كارديا سايتس انفيرس ستالس عشان كل حاجه مقلوبه الناحيه الثانيه. طب يا دكتور انا دلوقتي لما اقول الرايت انا كده بتكلم على الرايت الاكشولي ولا الرايت اللي هو المفروض يبقى رايت؟ لا الرايت الاكشولي اللي موجود. يعني انا دلوقتي هنا الرايت بوردر بتاع الهارت فين؟ الناحيه الثانيه اللي هو ايه. بس انا ساعتها بقول ان الليفت از نورمال صح؟ بقول لك ايه؟ الليفت بوردر اوف ذا هارت. الليفت بوردر بتاع الهارت فين؟ اهو ما هو الليفت بوردر بتاع الهارت ده اللي هو فيه الليفت فينتريكل والليفت اتريم، والرايت بوردر اللي هو فيه الرايت اتريم. هو الرايت اتريم هنا دلوقتي ولا هنا؟ ناحيه الشمال. هنا. يبقى ده رايت بوردر اوف ذا هارت مش رايت سايد اوف ذا ايه؟ بيشنت. الرايت سايد بتاع البيشنت اهو. يعني علق زي ما علق زي ما اكون بعلق مني بعلق عادي يعني. انا بعلق عادي ماشي. بس لا هتقول الرايت بوردر ظهرت ماشي. طيب ده عنده ايه؟ نفس الكلام هقول ان العين ده بلين اكس راي بوست انتي ريفيو بيشنت سنترال او نوت بوست كلينك انجل اون بوث سايدز فري والكارديو ثراست ريشيو قد كذا والكارديو كلينك انجل كذا. وبعدين هقول الكارديو ثراست ريشيو قد كذا. وبعدين اقول رايت بوردر برضه بتاع الهارت وليفت بوردر بتاع الهارت. وهنا الاكس بتاع الهارت خاصه يمين ولا شمال؟ شمال يمين. يمين ماشي. طب جاستك ايه بابا يمين ولا شمال؟ شمال. شمال. يبقى انا عندي ايه الحاجه الوحيده اللي اتعكست في الهارت؟ اكس كارديا بس. ادي الليفر اهو الابيض ده وادي هنا جاستك ايه بابا. فهنا عندي تكست كارديا او ايزوليتد تكست كارديا يعني الهارت بس هو اللي اتقلب الناحيه الثانيه لكن بقيه الاورجانز في مكان بعض. تمام دكتور لو سمحت. ايوه بالنسبه للاثنين الصوتين الاخر ما فيهوش كارديو ميجالي. ما فيهوش كارديو هو مش كبير كده؟ لا لو قست الكارديو سايز بيشو هتلاقيها اقل من 55 او 55 دكتور. بالنسبه لاخر صورتين دول كل حاجه فيهم موجوده نورمال لكن بتبقى مقلوبه. كل حاجه فيهم نورمال. كل حاجه فيهم نورمال بس في عكس مكانها.
طبعا ممكن عادي يبقى في واحده يعني عادي في عكس مكانها بس العيال عنده كنت نجل هو ده ممكن يجي له اكسترو كارديو او ممكن يجي لك مشكله. لا انا قصدي يجي لي اكسترو كارديو فيها انوميلي كمان. ايه صعب يعني صعب حد ينزل لك الاثنين مع بعض ده بعذاب يعني دكتور طيب الصوره الاخيره دي هو مش الليفت بوردر والباط كده في انلارجمنت عند الليفت ده مش الرقم ولا حاجه عارف اول حاجه مش سنترلايز اصلا يعني لو بصيت هنا هتلاقي الناحيه الشمال بتاعكم او كده نازله بتاع العيال معوق شويه لتحت ماشي يعني بص اول ده هنا ده تحت ده ماشي هنا الكونكام فيها ماشي. طب دكتور هنا الانجل باينه ولا لا؟ انجل بتاعت ايه؟ كارديوفرينيك انجل كارديوفرينيك انجل دي اكيوت كده؟ اكيوت يعني هو كل حاجه نورمال ما عدا بس الدكستر كل حاجه نورمال اه برضه عشان اقول كارديوفرينيك ولا لا عشان بس ما ايه مش بالنظر عشان ايه لما انزلكوا اكس راي ما تبصش عليها اه ده شكله كده لا انت عايز دي حاجه اه تقيسها لان ممكن انا اشوفها بالمنظر كده لا ده في كارديوفرينيك وانت تقول لا انا مش شايف في كارديوميجي الفرق بيننا ايه؟ القياس اقيس واشوف هو فعلا اكتر من 55% ولا لا؟ ماشي؟ طيب دكتور لو سمحت يا كيني جاستريك بابل جاستريك بابل بس كبيره شويه عشان عنده ديستنشن وجاز هي دي السوده دي كلها طب دكتور انا في الامتحان لازم اعلق على حاجات الجاستريك بابل والحاجات دي ما ولا مش تبع السكيما خالص جاستريك اير بابل دي انت هتقولها دي عشان تعرف يعني اورينتيشن انت فين بس لكن مش هتعلق عليه مش هتقول العيال عنده جاستريك اير بابل لا الا في حاجات بقى الابدومين يعني في اكس ريز بتاعت الابدومين بيبقى فيها مشاكل معينه بتبقى موجوده فساعتها اقول مثلا في حاجه اسمها دبل بابل ساين بتبقى يعني ريجنز معينه للديزيز معينه احنا دلوقتي فدي اورينتيشن يعني انا الجاستريك اير بابل فادتني في ده في ايه يعني جسر كده ممكن الناحيه دي ده الرايت سايد بتاع العيان فهي ناحيه الرايت سايد فيبقى العيان عنده ديكسترو كاردي ماشي وعرفت ان هي ديكسترو كاردي وسايتس انفستس الثالث عشان كل الكوكات اتقلبت الناحيه الثانيه الهارت باصص الناحيه اليمين وجسر كده بابل الناحيه اليمين ماشي هنا فادتني في ايه في اللي بعدها ان انا دي ناحيه الشمال فانا عرفت ان دي ناحيه الشمال ودي ناحيه اليمين فيبقى ده عنده ايزوليتد ديكسترو كاردي يعني بس الهارت هو اللي دخلوا انا مش مطلوب مني في الكومنت اللي انا هكتبه لا مش مطلوب منك تعمل اورينتيشن عشان تعرف انت فين بس زي ما انت دلوقتي مش المفروض ان انت تقول رايت وليفت سايد وانت هتقول رايت وليفت سايد لا انا عرفت بس ان ده ليفت سايد يعني العلامه دي محطوطه عشان اعرف انا فين طب دكتور معلش اخر سؤال هو ازاي ده كومنت ان في حاجه ابلفت في نفس الوقت لفت اي تي ام ممكن يكون النايت وهو البلمونري اوتري الابلفت الايبكس ده الايبكس نفسها طالعه بره وبصه بعيد طب ما هو بالتالي هيخلي الثانيه يعني اكنها شيلفنج جوه او يعني مش هتبقى بولجنج من الاخر لا مش هتبقى شيلفنج وهيبقى عندك اصلا انت عايز الليفت ايدج اللوجن ما بيبقاش فيه شيلفنج اللوجن ده بيبقى فيه البوردر نفسه بولشنج بره ما انا فاهمه بس ازاي هيبقى الايبكس اب ليفت ومعايا ده بولجنج كده مش عارف اشوف اصلا لا دي يعني ممكن حضرتك بس الصوره اللي هي او اللي هي بابا ما هو ده اب ليفت الايبكس اب ليفت الايبكس وادي البوردر نفسه بولشنج بره يبقى الحتة دي يعني يبقى هو دايما الابلف في ايبكس يبقى معايا بلجنج ولا مش رول برضو ممكن لا مش لازم ما احنا زي ما قلنا ده بلجنج ده يعني في ليفت اتريال لارج والابلف في ايبكس ده يعني رايت فينتريكل كان لارج زي ما قلنا مش لازم كل الحاجات تبقى موجودة مع بعضها ممكن تبقى حاجة لارج وحاجة لا تمام شكرا حد عايز اسال حاجه تاني؟ لا لا تمام دكتور انا كنت عايز اسال بس عن موضوع حضرتك كنت تقول نعمل كومنت على اي تيوبس واي والالكترونز والكلام ده ازاي؟ ولا حاجه بتكتب ان ايه في اندوتريكال تيوب يعني هتكتب بوينتس كده بوينتس تحت بعضها ان في اندوتريكال تيوب
في امبلاكال كاستر، في مثلا اللي هو الالكترودز بتاع دي سي جي بوينتس تحت بعضها، بس انت شايفهم برضه. لكن مش هقول مكانهم فين ولا كده. لا مش لازم تصف مكانهم، لا انت بس بتقول ان في كذا وفي كذا عشان يبقى معروف ان انت شفتهم، بس انت خدت بالك ان في كذا يعني. تمام. محمد عايز يسأل حاجة تانية؟ شكرا جدا يا دكتور جدال محمد. شكرا يا دكتور. كل سنة طيبة. لو في أي حد عايز يسأل حاجة ممكن يبعتها على الواتساب يعني. تمام. شكرا. شكرا يا دكتور. تمام.